رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن ان ازاي في اخبار كويسه، في بناء بيحصل في مصر، في دوله بتبني نفسها. قلنا ان في ناس بتحاول ان هي تهد مفاصل هذه الدوله، مش هتقدر لان هم عدد قليل، واحنا كمصريين كلنا عايزين نبني البلد دي. من اخبارنا برضو الحلوه النهارده ان المهندس عبد العزيز فاضل وهو وزير الطيران المحترم أعلن عن طرح الوزارة لفرص استثمار كبيرة جدا في مجال الطيران بتقدر قيمتها في حدود 28 مليار دولار. شوفوا الحجم، يعني 193 مليار جنيه مصري. ايه تفاصيل ده؟ خلينا نعرفه من سيادة الوزير عبد العزيز فاضل. مساء الخير سيادة الوزير. مساء النور، اهلا بحضرتك. ايه بالظبط تفاصيل المشروع اللي حضرتك طرحته النهارده ده؟ والله احنا في مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي طرحنا ثلاث مشروعات، اللي هو انشاء مدينه مطاريه باستغلال الاراضي اللي حوالين مطار القاهره، ودي مساحتها 10 مليون متر مربع، وسيتم انشاء تيرمينال او مباني للبضائع وطائرات البضائع، سيتم انشاء مصانع تصنيع، انشطه تصنيع تجميعيه وصناعه يعني صناعات خفيفه، سيتم انشاء انشطه تجاريه باستغلال الاراضي حوالين المطار، ودي استثماراتها 17 مليار دولار، وده ان شاء الله يعني مخطط انها تخلق فرص عمل كتيره جدا، فرصه عمل صحيح، فرصه عمل، وطبعا يكون فيها فنادق ومناطق ترفيه بحيث يتم انشاء مدينه كامله حوالين المطار تستغل في الانشطه التجاريه والصناعيه والترفيهيه، وطبعا بتجذب الركاب بحيث الراكب لو جاي مثلا مستخدم مطار القاهره كمطار ترانزيت، جاي مثلا من لندن رايح افريقيا بيقعد خمس ساعات، يبقى عنده فرصه ان هو يعني يشوف ويعمل حاجه في الفتره دي، ينزل ويشوف الكلام ده، في نفس الوقت يبقى منطقه شحن جوي، شحن البضائع من والى دول العالم، واحنا طبعا لابد احنا نستغل موقع مصر المتميز لان هو في قلب العالم، فالدنيا كلها كمان قريبه مننا. بالظبط يا فندم، صحيح. المشروع الثاني يا فندم اللي هو اطلاق قمرين صناعيين لتقديم خدمات الملاحه والاتصالات في المجال الجوي لافريقيا. الله، المجال الجوي في افريقيا ما فيش فيه اقمار صناعيه. التطور العلمي، الطائرات والطائرة دلوقتي في الجو في محطات ارضيه بترشدها على خطوط السير بتاعتها. اعتبارا من 2016 و17 سيتم الاستغناء عن المحطات الارضيه ويتم استخدام الاقمار الصناعيه في الملاحه الجويه. الله، يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني بجد يعني معالي الوزير سمعنا كمان، يعني سمعنا الاخبار الحلوه بجد. انا يعني والله انا بقالي فتره طويله جدا بقول انا نفسي اطلع في البرنامج ده اقول اخبار حلوه، النهارده اللي بيقولها المسؤولين. ف انا بس يعني المشروع الثالث وهو زياده اعداد وتحديث طائرات مصر الطيران، مخطط ان شاء الله ان مصر الطيران سنه 2020 تشغل 127 طياره. نعم. فده معناه ان احنا بنقول في جزء منا هيبقى ايجار من بره، فبيقول المستثمرين ان هم ممكن شركات تاجير الطيارات بيشتروا طيارات واحنا بنأجرها منهم. تمام. جزء اخر سوف تمتلكه مصر الطيران. حجم الاستثمارات ديت في حدود 10 مليار دولار. 10 مليار دولار معقوله؟ طيب والله دي حاجه، ده الخطه اللي في الفتره الجايه ان شاء الله. بس هل هنا بقى في الخطه دي هل في نوع طياره معين؟ اصل كان يعني لو حضرتك تفتكر ما قاله الرئيس الاسبق السابق قصدي الدكتور محمد مرسي عن نوع طياره معينه كنا بنجيبها بكذا وهي اصلا بكذا، وممكن تفتح لنا الكلام ده؟ عالي تماما من الصحه، كلام جائف. اذا كانت هي الطياره اساسا سعرها 57 مليون دولار، ويقول لك ده واخدين عمولات الطياره 70 مليون دولار. الكلام طبعا مزيف، اتنقل له بصوره خاطئه، وشركه بوينج ردت. صحيح صحيح. بعديها على طول الحمد لله كل شيء بيتم طبقا للمعايير والمقاييس واللوائح. تمام. الحمد لله ما فيش اي مخالفات ولا اي حاجه، كلنا مصريين بنحب بلدنا بنحب نبنيها.
اكيد اكيد طبعا يا فندم. ويعني انا عايز اقول لحضرتك انا لازم احيي طبعا حضرتك واحيي الوزاره، وزاره الطيران المدني، على الثلاث مشاريع الهامين دول، مشاريع يعني منهم مشروع كمان حكايه القمرين الصناعيين دول، يعني بيخلينا احنا كمصريين احنا دايما عندنا الرياده والسبق في هذا المجال، احنا بنصر ان احنا عندنا الرياده على هذا المجال. بس عايزين بقى يا فندم يعني نفسنا كده حضرتك تسمعنا اخبار حلوه بقى عن كميه الحجز بقى للطيران الداخلي المتجه لمصر، هل زادت حركه الطيران؟ ابتدت بالفعل حركه السياحه تبتدي تشتغل؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا معامل ابتداء الطيران زاد، وصل النهارده 60%، كنا 30% و40%، الحمد لله بعد ما الدول قامت برفع الحظر زاد بقى 60%. 60% متوقع ان شاء الله، متوقع ان شاء الله نوصل ل 75% على شهر فبراير باذن الله ان شاء الله. وطبعا في موسم كمان اللي هو راس السنه واعياد الكريسماس، الاجانب بيحبوا يجوا مصر، دوله جميله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا معالي الوزير المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران، هذا الرجل المحترم اللي اخيرا انا والله بقى لي فتره طويله قوي بقول نفسي في حد عنده رؤيه، نفسي في حد عنده مشروع نقدمه للمواطن، نفسي خبر كويس الناس تقوم عليه. النهارده بنتكلم على محور قناه السويس، الحمد لله اهو مطروح وكراسه الشروط مطروحه، وفي خلال سنه ونص زي ما سياده الفريق مهاب مميش قال ان هنبتدي نشوف حاجات على ارض الواقع موجوده هناك في المنطقه دي. بنشوف النهارده المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران وهو بيقول لنا ثلاث مشاريع كبار ضخمين جدا هيبقوا موجودين في مصر. انسوا بقى هواه العنف بتوع التخريب بتوع التدمير دول، خليهم يدمروا او يحاولوا يدمروا. مصر بتتبني، وبتتبني بطريقه محترمه، وبتتبني بطريقه زي ما الشعب كان عايزها. الحكومه بقت ورانا، الناس اللي موجوده موجوده علشان تقدر تنمي الشعب المصري. احنا النهارده بنتكلم على بناء كتير، انا مش متعود على الحكايه دي يا جماعه، انا اخاف نتحسد والله. طيب النهارده كمان الدكتور ببلاوي حازم ببلاوي بيقابل مسؤولي مجموعة الخرافة الاقتصادية، وده علشان يناقشهم في سبل زيادة الاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الأخرى. معانا الزميل كمال الريان نائب رئيس تحرير الأحرار ومحرر شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ايه بالظبط اللي حصل النهارده في الاجتماع ما بين الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري بمجموعه الخرافه الاقتصاديه، وهل نقدر نربط ده بالاجتماع المصري العربي اللي كان في الاسبوع اللي فات؟ بالتاكيد، يعني هو الدكتور حازم الببلاوي النهارده بيلتقي مع وفد من مجموعه الخرافي الكويتيه وبحضور عدد من الوزراء المصريين لبحث استثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة. طبعا الشركة لها أو المجموعة لها استثمارات في مجالات كتير جدا في مصر، وبتبحث توسيع استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة. فالنهاردة الاجتماع بيهدف إلى الاتفاق على زيادة هذه الاستثمارات والمشروعات اللي المجموعة تستثمر فيها. طبعا زي ما حضرتك قلت الاجتماع ليس عن المنتدى المصري الخليجي اللي كان معمول يوم الاربعاء والخميس اللي فاتوا، لان الفتره المقبله بتشهد شراكه قويه جدا بين مصر ودول الخليج. نعم. بنتكلم في حوالي 66 مشروع باستثمارات حوالي 50 مليار جنيه 50 مليار دولار تم طرحهم خلال المنتدى، وبتبحثها رجال اعمال وسفن خليجيين بيبحثوا هذه المشروعات. نعم. فاحنا بنتكلم عن توجه مصري خليجي. نعم. استاذ كمال، المنتدى كان فيه بصراحه بعض التوصيات للحكومه المصريه، بنتكلم في ست توصيات من ابرزها كانت الملف الامني طبعا، وايضا البيروقراطيه اللي بتواجه او بتواجه المستثمرين في انشاء مشاريعهم في مصر، وايضا حل بعض المشاكل اللي واجهتها بعض الشركات الخليجيه في مصر. هل تم طرح هذه الاشياء ايضا من قبل مجموعه الخرافه الاقتصاديه ولا لا؟ نعم، يعني هو يعني الملفات اللي حضرتك اشرت اليها مطروحه فعلا. اولا احنا عايزين نقول ان اي استثمار مرتبط بحاجتين، مرتبط باستقرار امني ومناخ سياسي جيد او استقرار سياسي.
الدكتور ببلاوي في الكلمه اللي كان القاها في منتدى الاستثمار مصر الخليجي اكد على النقطتين دول، اكد على ان هو يعني بالفعل ان اي استثمار يرتبط بالاستقرار السياسي وبالاستقرار الامني، واكد على ان مصر تستعيد الامن بقوه خلال الفتره المقبله ونحن نلمس التحسن الامني، وايضا اشار الى ان هناك استقرار سياسي نحن نمضي نحوه يتمثل في الاستفتاء على الدستور ثم اجراء الانتخابات، و ستكون هناك مؤسسه منتخبه دائمه، وده كله بيشجع المستثمرين بالتاكيد على الاستثمار، واحنا بنتكلم عن المستقبل. نعم. بعد ما المجموعه سمعت الكلام اللي حضرتك قلت عليه ده، هل ابدت بالفعل رغبتها في زياده بقى سبل الاستثمار؟ نعم، يعني المجموعه الاجتماع مستمر، انما الكلام المجموعه كانت جزء من المنتدى الاستثمار المصري الخليجي، وكل يعني المجتمعين اكدوا اهتمامهم بالاستثمار في ظل هذه المؤشرات، ويعني يكون في استثمارات قويه للمستثمرين الخليجيين، ومن ضمنهم طبعا مجموعه الخرافه في مصر خلال الفتره المقبله. بالاضافه لكده وزير الاستثمار كان اكد انه بيحصل حاجتين خلال الفتره الحاليه والمقبله، اول حاجه هناك حلول لكل المشكلات الخاصه بالمستثمرين وخاصه المستثمرين الخليجيين، وفي لجنه في مجلس الوزراء بتبحث او بتحل مشكلات، تم حل خلال الفتره الماضيه مشكلات ما يزيد عن 100 شركه مش من الخليج فقط لكن من مختلف دول العالم، وهناك حلول مستمره لاي مشكلات تواجه الشركات، وفي نفس الوقت هناك تعديلات طيب. يتم في القوانين يعني الاقتصاديه اللي نقدر نفهمه من خلال هذا اللقاء ان الحمد لله الفتره اللي جايه ستشهد ازدهارا قويا في التعاملات المصريه الخليجيه في الفتره المقبله ان شاء الله. بالتاكيد ان شاء الله. انا بشكرك استاذ كمال الريان نائب تحرير نائب رئيس تحرير الاحرار على هذه المداخله، اخبار جميله يعني بصراحه. النهارده سمعنا كميه اخبار انا مش متعود على كده والله، تاني هقولها خايفين اتحست. طيب مضطر للاسف اعكني عليكم شويه يعني اخبار العنف واخبار الحاجات دي برضو يعني مش عايزين نعديها كده، برضو نقول لكم عليها عشان تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل. كان في اشتباكات عنيفه النهارده بين طلاب الاخوان وقوات الامن في الدقهليه، والطلاب كانوا بيستفزوا الامن وبيهربوا داخل الحرم الجامعي في الدقهليه. برضو امن جامعه الازهر كان استدعى قوات الشرطه للتدخل الفوري من اجل حمايه مباني كلية الأزهر وأساتذة الجامعة من اعتداءات طالبات الإخوانيات. أيضا هناك خبر آخر، الأمن يغلق الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية عقب وصول مسيرة أمناء الشرطة للمطالبة بترقيتهم. وأيضا النيابة المصرية تحيل بديع والبلتاجي و45 إخوانيا آخر للجنايات في أحداث القليوبية. وأيضا نيابة الأموال العامة تستعجل التحريات في اتهام المعزول محمد مرسي بإهدار المال العام وإعداده تقارير حول تلك البلاغات. كانت هذه هي ابرز الاخبار الان، ويعني دي الاخبار السريعه كده اللي هم بيحاولوا يعملوها، بس انا بقول لكم الدوله المصريه كانت النهارده شكلها بتعمل ايه. في ناس كتير قوي مستنيه تشوف الحكومه دي بتعمل ايه، الحكومه احنا عايزين نشوف دور الحكومه. اهي الحكومه. خليني اقول لكم بقى برضو على بقيه الحركات اللي موجوده في الشارع النهارده. دوما واحمد ماهر بيصلوا دلوقتي للمحكمة، ده عشان تبتدي الجلسة الخاصة في معهد أمناء الشرطة الموجود قدامنا دلوقتي حاليا، ده عشان تبتدي محاكمتهم النهاردة. دي كانت أبرز الأخبار اللي قلت لكم عليها يعني. لكن برضو بقى نرجع تاني للأخبار الحلوة بقى الجميلة اللي احنا النهاردة يعني عاملين نقولها يعني. النهاردة وزارة الكهرباء افتتحت اول مشروع لإدارة المباني الحكومية. الموضوع ده يعني عايز اقول لكم مهم جدا 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 جدا، يعني شوفوا الطريقة بقى اللي الحكومة ابتدت تفكر بيها. ابتدينا نسمع للدول الغربية لما بتقول لنا احنا عندنا كمية شمس رهيبة، فابتدت الحكومة النهاردة بقى اخيرا افتتحت الإدارة للمباني الحكومية بالطاقة الشمسية، ده من خلال محطة شمسية كبيرة جدا هتغطي مجمع
وزارة الكهرباء والطاقة والمبنى المجاور ليه جزئيا يعني، وبرضو تنفيذ عدد من 10 أعمدة إنارة بتضاء بالطاقة الشمسية. طيب معانا الدكتور أكسم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير يا دكتور أكسم. دكتور أكسم، يعني احنا عايزين الأول نحييكم على هذه الخطوة، ان كان في ناس كتيرة كانت بتتساءل احنا عندنا كمية الشمس الهائلة دي بس ما بنستفادش منها. النهاردة أول مرة بنشوف جهة حكومية بتستفاد من الشمس اللي موجودة في مصر. دكتور أكسم بحييكم على هذا المشروع. يعني طبعا احنا هذا المشروع احنا عاملينه على اساس يبقى احنا يعني بدايه لابدا بنفسك، يعني احنا كوزاره الكهرباء وزاره معنيه بالطاقه يعني بنرى ان احنا نبدا بنفسينا، عشان كده كان التوجه هو ان احنا نستخدم الطاقه الشمسيه في اناره مباني وزاره الكهرباء. احنا المبنى اللي احنا افتتحه تم تشغيله النهارده، هذا المبنى تم تغطيه الاضاءه له يعني من خلال الخلايا الشمسيه او الخلايا الفوتوفولتيه، نعم، او الخلايا الضوئيه، وجواره مبنى ثاني احنا عندنا وزاره الكهرباء في سبيلها ايضا الى 18 مبنى اخر يتم انارتهم باستخدام الطاقه الشمسيه، طبعا كان بالتعاون مع الهيئه العربيه للتصنيع. هذا المشروع طبعا احنا نتمنى ان يتم نشره سواء مع كل الهيئات والوزارات والشركات الكبيره. نعم. اذا احنا نجحنا في هذا يعني مش عايز اقول ان حضرتك قد ايه كميه الوفر في الوقود، ايضا هيساهم بقى في توفير فرص عمل، ايضا ان التكلفه الاقتصاديه مع زياده الانتاج هتقل، وبالتالي يبقى ممكن يتم استخدامه للمواطنين يعني الاستعمارات العاديه. نعم، انا السؤال هنا النهارده احنا الموضوع المشروع اتكلف حوالي مليون جنيه واستغرق تنفيذه في حدود ال 22 اسبوع، يعني المشروع مش مكلف وفي نفس الوقت سريع، يعني هل الارقام اللي انا قلتها دي صحيحه؟ يعني طبعا هي صحيحه طبعا، بس هي مكلف ازاي؟ طبعا مكلف انك انت المليون جنيه على مبنيين تعتبر كبيره نسبيا يعني، انما غير مكلف بالنسبه كوزاره او هيئه او شركه كبيره. انما هذا المشروع مع انشاء مع يعني انه يستمر ومع زياده يعني نعمل يعني يبقى في عدد كبير من هيئات وشركات، هيتم ترسيخ التصنيع المحلي. نعم. وبالتالي هنقلل التكلفه. صحيح، ده يفرق كتير. طيب وبعدين المليون هل تبقى السنه الجايه نص مليون وهكذا يعني. نعم، هل النموذج ده ممكن يبتدي يطبق بقى في المدن كمان دلوقتي؟ يعني لو في مثلا الكومباوندات اللي موجوده، الحاجات الاهليه بقى، هل ممكن احنا كمان كمواطنين نبتدي نستخدم ده؟ هو ده الاهداف، هو ده الامل، ان اصحاب الكومباوند اللي بيكلف مثلا تكلفه كبيره ممكن لو عمل هذا الموضوع يعني طبعا مع التكلفه بتاعت الفيلا مثلا او المبنى عاليه يعني ممكن يقوم به. يعني زي ما بقول حضرتك زيار، احنا دلوقتي عملنا حسبه، لو احنا ان شاء الله احنا في هدف مثلا خلال هذا العام يتم انشاء او اناره 1000 مبنى على مستوى الجمهوريه من المباني الحكوميه والشركات والهيئات، لو 1000 مبنى ده مش عايز اقول لحضرتك ممكن يوفر لنا اكتر من 50 ميجا، لو احنا اتكلمنا بس على 10000 مبنى يعني ممكن يكلفوا لنا حوالي 500 ميجا. 500 ميجا يعني معنى ذلك انك انت بتوفر تكلفه محطه. صحيح. كهرباء كبيره جدا بتصل الى حوالي مليار جنيه، يعني 5 مليار جنيه. الكلام ده طبعا احنا نأمله، وايضا الوقود طبعا زي ما انت حضرتك عارف. صحيح. ان احنا مصر دلوقتي بدات يعني في سبيلها الى انها تبقى دوله مستورده للوقود، وبالتالي انت بتوفر الوقود اللي انت بتستورده، وبالتالي نعم. او بتوفر الوقود اللي انت يعني بتستخرجه للاجيال القادمه. نعم. يعني هي التكلفه بتاعتها هتبقى يعني الفوائد هي فوائد كبيره جدا سواء. صحيح. دكتور أكسم أبو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بشكرك جدا على هذه المداخلة، وده اللي احنا شايفينه اللي بيحصل دلوقتي في الحكومة المصرية، اللي كان بيقعد يسأل ايه اللي بيحصل. على فكرة احنا عندنا أخبار حلوة كتير قوي النهاردة يعني، بس هنضطر نأجلها شوية علشان نتابع برضو الأحداث اللي موجودة في الشارع. خلينا نروح دلوقتي لمحاكمة أحمد دومة، زي ما قلت لكم قبل مكالمة الدكتور أكسم، أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل الهارب.
نشوف زميلتنا نرمين سليمان امام محكمه المحكمه اللي هي معهد امناء الشرطه طبعا بقطرة. نرمين مساء الخير. مساء النور. ايه التجهيزات اللي موجوده قدامك دلوقتي لاستقبال هؤلاء؟ هل وصلوا بالفعل ولا لا؟ هم وصلوا بالفعل هم والمحامين. في هدوء تام، في عدد قليل جدا من النشطاء السياسيين. واحنا دلوقتي على استعداد للدخول تمهيدا لبدء الجلسه خلال دقائق. نعم، كنا عارفين ان كان في تصريحات لبعض النشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي المختلفه كانت بتتكلم ان حركه 6 ابريل بتتوعد لجهاز الشرطه وهتعمل مظاهرات وهننزل وهنعمل وهنعمل وهننزل في كل حته في مصر علشان القبض على احمد ماهر ومحاكمته وايضا احمد دومة. هل شفتي رد فعل يعني ده في الشارع ولا لا؟ هو في محيط المعهد عندي في هدوء تام، عددهم لا يتجاوز اصابع اليد، يعني عددهم قليل جدا. عددهم قليل جدا. طيب داخل بقى قاعه المحكمه، ما هم داخل قاعه المحكمه حتى الان ما تمش، يعني ما دخلوش قاعه المحكمه، هم كانوا متواجدين خارج القاعه وحاليا في انتظار هنشوف مين اللي هيدخل، بس عامه هم عددهم قليل جدا. هل المحاكمه ابتدت بالفعل ولا لسه؟ لا لسه، خلال دقائق ان شاء الله الجلسه لسه ما ابتدتش وخلال دقائق. ايه التهم الموجهه لاحمد دومة واحمد ماهر ومحمد عادل الهارب؟ تهم خرق قانون التظاهر وتعطيل حركه المرور والتعدي على قوات الامن مما اسفر عن اصابه 6 من جنود الامن المركزي. نعم. اللي كانت معنيه بتامين محكمه عابدين. هذه اهم التهم اللي كانت متوجهه لهم. نعم، الزميلة نرمين سليمان من أمام محكمة أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل في معهد أمناء الشرطة بطرة. بشكرك على هذه المداخلة. نروح بقى لجماعة الأزهر اللي شهدت النهاردة أحداث ساخنة من الطالبات واشتباكات كالعادة أيضا مع الأمن الإداري. معنا إسلام دياب مراسل المصري اليوم من جماعة الأزهر. مساء الخير إسلام. مساء الخير يا فندم. إيه اللي حصل النهاردة بالتفصيل؟ يا ريت وتقول لنا بعد كده المشهد الآن أمامك شكله عامل إزاي. اللي حصل النهاردة بالتفصيل أن قامت الآلاف من طالبات الإخوان بجامعة الأزهر بإغلاق أبواب الجامعة بالكامل، رافعان عدد من اللافتات ومرددات عدد من الهتافات المضافة للانقلاب العسكري وللجيش وللشرطة. وقمنا بمنع الأساتذة والعاملين من دخول الجامعة والموظفين لأداء أعمالهم بعدما أغلقوا جميع بوابات الجامعة بعدما اعتدوا على أفراد الأمن الإداري بالجامعة. اعتدوا عليهم بالضرب يعني ولا مجرد إن هم اعتدوا عليهم بالضرب بالعصي وبالشوم وبالكراسي؟ ده البنات اللي عملت كده؟ بالظبط. وكان رد فعل الامن في الخاص بالجامعه ايه؟ هي نشبت اشتباكات بينهم وبين افراد الامن الاداري. وقمنا ايضا بتحطيم اكشاك الامن الاداري الخاصه بكليه الدراسات الاسلاميه اللي هي الطالبات ايضا فعلوا ذلك، والامن لم يخطر عليهن وقاموا بكسر البوابات والخروج للتظاهر خارج الشارع، وقاموا بقطع الطريق، طريق عبد العزيز المنشاوي المتواجد امام جامعه الازهر بفرع البنات. وصلت عدد من تعزيزات الامنيه من القوات المسلحه والامن المركزي. سؤال يا استاذ دياب، هل هم ما قدروش عليهم لان هم ما حبوش ان هم يواجهوهم بعنف، ولا هم البنات كانوا اشرس منهم يعني؟ لا، البنات كانت اشرس وهم مش عاوزين يعتدوا على طالبات. يعني هم كانوا عايزين يتعاملوا معاهم بطريقه متحضره يعني عشان ما حدش يتاجر بعد كده. وصلت الامن المركزي واربع مدرعات لمنطقه شارع النصر. وتم نشر جميع المدرعات على جميع البوابات بعدما قطعوا الطريق، طريق يوسف عباس قطعوه وشارع عبد العزيز المنشاوي، مما احدى الشلل المروري بالمنطقه. بعد وصول قوات الشرطه للمكان، هل ده اكبر الطالبات ان هم يرجعوا تاني الحرم الجامعي ولا لسه موجودين في الشارع؟ بالفعل يا فندم، تراجعوا فور وصول قوات الامن. وكان ايضا قد اقتحم عدد من الطلاب الذين ارتدوا الاقنعه والماسكات في الدراسات الانسانيه بفرع البنات، وقاموا بالاعتداء على رجال الامن الاداري ايضا. تاني؟ دول الطلاب.
يعني يعني رجال الامن الاداري بعد ما خلصوا من الطالبات اللي ما قدروش عليهم دخلهم الطلاب كمان. حاجه والله لا. طب الوضع دلوقتي شكله عامل ازاي؟ واداره الجامعه هتتخذ مواقف شكلها عامل ازاي؟ اداره الجامعه حضرتك طالبت من قوات الامن اساسا التوجه على جميع البوابات والوجود في وضع السادات مخافه اقتحام اي من منشات الجامعه بالقوه، حيث قام المئات من الطلاب والطالبات ايضا اليوم باقتحام مبنى بمحاوله اقتحام مبنى رئاسه الجامعه وتراشقوا بالحجاره وقاموا بالترشق بالحجاره، ولكن افراد الامن الاداري قاموا باغلاق الباب الرئيسي لمبنى اداره الجامعه. نعم. واعتدت ايضا الطالبات على الدكتوره ليلى حسام الدين شكر استاذه اداره الاعمال بكليه الاداره بجامعه الازهر. اعتدوا عليها بالضرب؟ اعتدوا عليها التعدي عليها بالضرب اثناء نزولها من سياره كانت تستقلها في طريقها للبوابه الرئيسيه للكليه. وهل اتجهت الدكتوره في انها تعمل محضر في هؤلاء ولا لا؟ ما هو قاموا بشدها من اذنها وسرقه حلقها الخاص، على الرغم من ان الدكتوره مرتديه للحجاب ولكنهم اعتدوا عليها بالضرب على وجهها. يا سلام، يعني سرقوا حلقها، الحلق بتاع هم اخوان وحراميه يعني الاثنين، يعني دي حاجه غريبه. طب الدكتوره عملت ايه؟ يعني كان رد فعلها بعد كده ايه؟ هل هتلجا للشرطه؟ اكمل لحضرتك بس الحادثه. هو في كمان اكتر من كده؟ زميلتها الدكتوره نيفين سيد احمد قامت ان هي تحاول ان هي تفرق الطلاب من حولها، فقاموا بضربها وعضها ايضا في انحاء متفرقه بالجسم، وقامت الدكتورة بالتوجه لاسم شرطة ثاني مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة، مطالبة من رئيس الجامعة بضرورة انشاء بوابات الكترونية وكذلك حرس امن داخلي على كافة بوابات الجامعة. طيب هل تم يعني نقدر نقول الكشف عن هوية الطالبات اللي اعتدوا على الدكتورة؟ اصل دي لما طالبة تعتدي على الدكتورة بتاعتها، يعني ده 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 دي قمة في خلاص بقى كده، مفيش أدب بعد كده. يعني أنا مش قادر أتخيل إن هذه الدكتورة ممكن تخش مدرج بعد كده وتشرح لهذه الطالبة ويبقى في احترام من هذه الطالبة للدكتورة أصلا. يعني هل تم كشف عن هوية هؤلاء؟ لأن دول لازم مجلس إدارة الجامعة يتخذ معهم موقف حاسم. يعني هو أكد لنا اللواء مجدي عباس مدير أمن جامعة الأزهر على انه تم التعرف على هويات هؤلاء الطلاب وسيتم تحويلهم لمجلس تاديب وبالتالي فصلهم من الجامعه ومن المدينه الجامعيه. نعم، انا بشكرك الاستاذ اسلام دياب المحرر في مصر اليوم، وهنتابع معاك طبعا على مدار اليوم، لان احنا يعني كده احنا شايفين قله ادب. يعني فين بقى قم للمعلم وفيه تبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. يعني فين بقى الكلام ده؟ يعني مبدا الاخوان هنا: عض المعلم، اضرب المعلم، اطرد المعلم، شد حلق المعلم، استفز المعلم، اسرق المعلم. ايه ده؟ يعني طريقة بصراحة الواحد يعني بيستاء جدا 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 من الحكاية دي. يعني خلينا نشوف بقى جامعة شوفوا انا بقول لكم، يعني شوفوا انا النهارده من الصبح قاعد عمال احكي لكم ايه، بحكي لكم الدولة بتعمل ايه، الدولة عايزة تبني ازاي. الحاجة احنا يعني ده اللي كنت بحاول افهمه لكم الصبح، ان احنا في ناس بتحاول ان هي تنزلنا لتحت، في ناس بتحاول تشدنا لتحت، في ناس بتحاول ان هي تخلينا احنا كإعلام نتكلم عليهم هم بس. بس احنا اصرينا بقى النهارده ان احنا نجيب لكم الجانب المشرق بقى للدوله المصريه، الجانب اللي بيشتغل في الدوله المصريه، الجانب اللي بيشتغل علشاني وعلشانك انت كمشاهد عشان نعيش احسن. دول عايزين يشدونا لتحت ويخلونا نعيش اوحش. في الازهر عضوا الدكتوره، في الجامعه واضح ان هم ما عرفوش يعضوا حد فحرقوا نسخه الدستور قدام القبه بتاعت جامعه القاهره بقى. طيب خلينا عشان نعرف بالظبط ايه اللي حصل هناك معانا زميلنا مصطفى السيد. مساء الخير مصطفى. مساء النور استاذ احمد. ايه اللي حصل النهارده بالظبط في جامعه القاهره؟ هو بدا اليوم باستمرار اعتصام طلاب كليه هندسه داخل حرم الكليه
اعتراضا على تاخر نتيجه التحقيقات فيها النيابه العامه بخصوص مصدر الطالب محمد رضا. تمام. وقال احمد ممتاز رئيس اتحاد الطلاب الجامعه اتحاد طلاب كليه هندسه ان الاعتصام ومن يشارك في الاعتصام يتعرضون لضغوط من جهات دافع في الدوله حتى يعني يفضون الاعتصام في اسرع وقت. على الناحيه الاخرى قام طلاب الاخوان بتنظيم مسيره طرفة الحرم الجامعي ثم خرجوا بعد لا بس 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 انا في حاجه يا استاذ مصطفى، احنا عايزين نفصل ده عن ده. يعني دول في الكامبس بتاعهم او في المبنى الكليه بتاعهم اللي هي كليه الهندسه، مبنى كليه اللي هي بعيده اللي هي في وش الجامعه الناحيه الثانيه، منفصل عن مبنى الحرم الجامعي بالظبط. اما جماعه اخوان المسلمين كانوا جوه الجامعه بقى، عملوا ايه؟ جوه الجامعه نظموا مسيره تضم المئات جوه الجامعه ثم نقلوا بعد ذلك تظاهراتهم الى خارج الجامعه امام البوابه الرئيسيه، قطعوا من خلالها طريق شارع النهضه مده تزيد عن ساعه ثم توجهوا بعد ذلك نحو قوات الامن المتواجده على مداخل ومخارج ميدان النهضه برضه تاني ومحاولين استفزازهم عن طريق اسقاط الحواجز الامنيه التي وضعتها قوات الشرطه والاسلاك الشائكه لفصل بينهم لمنع وقوع تعنيف، ولكن طلاب الاخوان تمكنوا من اسقاطهم ورافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسي واشارات رابعه، ولكن قوات الامن تمكنت من ضبط نفسها حتى لا يتسبب طلاب الاخوان في وقوع اعمال عنف. نعم. وقع بعض المشادات الكلاميه بين طلاب الاخوان وعدد من المره المعيدين للفريق اول عبد الفتاح السيسي وخريطه الطريق بسبب ترديد هتافات طلاب الاخوان هتافات معاديه للجيش والدوله الان. ثم قام بعد ذلك طلاب الاخوان بالعوده الى داخل الحرم الجامعي امام مبنى القبه، حركوا من خلاله نموذج مصغر للدستور التي انتهت منه لجنه الخمسين منذ ايام لاعتراضهم على المشاركه في الدستور لانهم يسمونها نعم. حكومه انقلابيه. احنا هنتابع معاك يا مصطفى تاني طبعا، بس انا هضطر ارجع تاني للخبر اللي قلناه عن جامعه الازهر، لان معايا الان سياده اللواء مجدي عباس وهو مدير امن جامعه الازهر. سياده اللواء مساء الخير الاول، وكان الله في عونكم. يعني اللي انتم بتشوفوه ده النهارده، انا عايز الاول يعني احيي صبركم. يعني انا في المداخله الخاصه بالزميل اسلام دياب وصحفي في المصري اليوم، وكنت بساله عن التعامل الامن او الامن الاداري تجاه الطالبات وهم بيواجهوا طالبات بيضربوهم بالشوم وبالكراسي، قال لي الامن مرضيش ان هو يضربهم ومرضيش ان هو يتعامل معاهم بقسوه. يعني لو هنقارن رجال بسيدات دايما الرجال بيبقى عليهم الغلبه. وبعد ذلك دخل ملثمون بعد ما البنات حتى اعتدوا على الامن الاداري، بيخش ملثمون بيعتدوا تاني على الامن الاداري. كان الله في عونكم سياده اللواء. الله يخليك، ربنا يخليك. هتتعاملوا مع الوضع ازاي بقى؟ لا هم حضرتك يعني هو الوضع كالاتي، هم بداوا العمليه دي امبارح، يعني يحاولوا يمنعوا الدراسه او الامتحانات العمليه في بعض الكليات وفشلوا، فقال لك نطلع بره. طلعوا على البوابات بره عباره عن مجموعات 20 طالبه او 30 طالبه في كل بوابه، تبدا تمنع الطلبه من الدخول، الطالبات اصلا من الدخول. نعم. واعضاء هيئه تدريس من الدخول وكذا الموظفين. فطبعا الطلبة عندهم حماس وعندهم شغف للعلم، اعتادوا عليهم ودخلوا غصب عنهم. الأمن المدني ده بيفتح البوابة وبيقفل البوابة لو حدث وجود خطر، لكن الطلبة نفسهم اللي هم عندهم شغف على الأمن اعتادوا على الطلبة اللي هم عايزين يمنعوا. نعم. وكذلك الموظفين كمان وكذلك ودكاترة، يعني في دكتورة تأتم وفي دكتورة اسمها يعني دكتورة ليلى، طبعا حصل اعتداء برضو لان هم ايه يعني طبعا كل الناس عايزة تدخل، مجموعة قلة من الاخوان المسلمين هم اللي بيعملوا الكلام ده عشان بقصد التصوير، بقصد ان هم يقولوا ان الدراسة في فوضى، بقصد ان هم يعملوا كده. فطبعا ده انما بقية الطلاب عايزين يدرسوا عايزين يكملوا طبعاً مسيرتهم طبعاً التعليمية. طبعاً يعني هم دول يمثلوا ايه يعني 70 80 150 طيب. 200 طالبة ايه الاجراءات دلوقتي يعني انا سألت الاستاذ اسلام دياب الاجراءات دلوقتي يا فندم، هل تم الاول الكشف عن هوية الطالبات المشاغبات دول؟ طبعا في طلبه احنا رصدناهم، انا وانت بتكلمني كده رصدناهم وهنحولهم لمجالس تاديب فوريه بالفصل. اه على طول يعني كده مش خلاص. مش اه وفي ناس عملت الدكتوره اللي هي اعتدى عليها عملت محضر في الاسم وهيتم متابعتهم ويتم تدخل الشرطه فورا في حاله حدوث اي وقائع مماثله. تمام. ليه؟ طيب. لان ذول ناس هدفهم تعطيل الدراسه. طب. والهدف مش هيتحقق. طب سياده اللواء. لان هم قله
وكل ما لهمش اي لازمه. طيب الوضع دلوقتي قدام حضرتك في الجامعه؟ لا طبعا هدوء طبعا. بعد ايه؟ ما هم طبعا هم بداوا متبادلين من الساعه 7 ونص الصبح. تمام. وبكره قعدوا 3 4 ساعات. طيب. وبكره برضو لو كرروا نفس الحكايه تبقى العاقبه اشد. هناخد احتياطاتنا وحذرنا وهنتعامل معاهم. هل الامن بالظبط بقى هنا الامن الاداري بقى، هل ايه تعليماتك ليهم بقى لبكره؟ معلش باشا، الامن الاداري لوحده مش هيعمل حاجه. الامن الاداري ومعاه الموظفين ومعاه الطلبه الراغبين العلم ومعاه الطلبه المحترمين، لان طلبه الازهر محترمين كلهم طبعا، ما عدا القله الصفيقه ديت، هم اللي هياخدوا على دماغتهم بالجسم. انا بشكرك. بقول لك في الاعلام هياخدوا على دماغتهم بالجسم. نعم. الطلبه ملهاش هويه. عايز واحد بيتكلم في السياسه ما يجيش في قمه الجامعه، الجامعه دي للعلم والتحصيل العلم والتحصيل الدراسه. انما البلطجه دي تقابل بكل بلطجه. اللي يعتدي عليهم مش الامن، الطلبه نفسهم زمايلهم، الموظفين هم برضو افراد امن. انا بشكرك. الشرطه وقت اللزوم واخده وضع الاستعداد وهيقابلوا بكل حزم. ولما حصل اي طالبه بكره تعمل اي حاجه وفي الايام الجايه ديت تعمل اي حاجه هتاخد بالجزم على دماغها. يعني من غير ده يعني معلش استاذ لواء برضه، يعني خلينا احنا نتعامل مع الطالب له كل الحق في ان هو يعترض، انما اللي يخالف القانون ويتجاوز في مفروض تبقى منظومه قانونيه. هم يا باشا متجوزين وما عندهمش دم. بس 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 هم بس متجوزين وما عندهمش دم. نعم. ده مش مكان للسياسه. بس من غير حكايه ما ياخدوا بالجزمه على دماغهم، يعني في قانون ممكن يعني يطبق عليهم، يعني ده اللي انا بتكلم فيه. ما هو يعني. ده ما هو اذا قبلوا بالعنف ياخدوا بالجزمه، مش هياخدوا بالجزمه بداية. احنا ما نضربش حد بالجزمه ولا نعمل حاجه، انما لو هم عملوا عنف هيقابلوا باقوى من باقوى عنف. يبقى في، انا بتكلم ان تبقى في قانون، يبقى في حاجه لائحه داخل الجامعه هي اللي هي اللي بتحدد، يعني الطالب ده والله اعتدى على طالب، اللائحه بتقول كذا يعني. لا يا باشا، والطلبه نفسهم كمان بيعتدى عليهم، الطلبه زمايلهم اللي عايزين اللي شغوفين على العلم وجايين يتعلموا. ما هو ده يعني، ما هو ده برضه يا سياده اللواء، ده مشهد احنا نرفضه. ليه؟ لان انا لا اقبل ابدا ان في يعني طالب يتعدى على طالب، زي ما انا رافض ان بعد اذن حضرتك سياده اللواء، بس زي ما انا رافض ان طلاب الاخوان يمنعوا الطالب من الدراسه وحقه في الدراسه، فانا برضه ارفض ان الطالب الطبيعي ان هو يمارس عنف اتجاه طالب اخر موجود زميل ليه. يعني ما هو مين اللي بيبدا بالعنف يا صديقي؟ مين اللي بيبدا بالعنف؟ حضرتك مين اللي بيبدا العنف؟ اللي بيبدا بالعنف طلبه الاخوان، فلازم يواجهوا بكل عنف. ولا احنا مثلا واحد ينضرب بالقلم ويديله الوش الثاني يضربه بقلم ثاني؟ لا، ما مش هينفع، ما ينفعش الكلام ده. دول بيمارسوا كل اعمال العنف والبلطجه وتشويه المباني وكل حاجه، وما تنصر من بنات يعني صبيان ماشي، وبنات يستعينوا بصبيان بلطجيه؟ نعم. عشان يلسموا نفسهم ويدخلوا حرم البنات؟ ده يبقى ده خلاص بقى، يبقى فين بقى الادب وفين الاخلاق وفين العلم وفين الطلبه وفين الحق اللي سعادتك بتتكلم عنه؟ ده مش حق، دي اسمها بلطجه. بشكرك سياده اللواء. مش هنسكت عليها يعني، مش هنسكت عليها خالص. احنا يعني طبعا هنتابع مع حضرتك بكره ايه اللي هيحصل في جامعه الازهر. بشكرك سياده اللواء مجدي عباس، مدير امن جامعه الازهر. دي وجهه نظره، هو بيقول انا بأقابل بنوع من أنواع التهديد القوي الآن، ولازم التهديد القوي ده أرد عليه بطريقة قوية. وهو بيقول إن يعني توضيحا بس، يعني أنا فهمت كده من معنى كلامه، إن هو بيقول إن مش معقول الطالب اللي هيتضرب يعني هيسكت وما يردش، يعني أكيد الطالب اللي هيتضرب هيرد برضه بالمثل. طيب خلينا نروح نشوف بقى جامعة الدقهلية برضه. قلت لكم يعني أنتوا لو تلاحظوا الشغل كله في الجامعات، يعني كنا الأول بنتكلم إن رصيد الإخوان كان في الشارع المصري كان قوي، فكانوا بيحاولوا ان هم يحركوا الشارع المصري، فقدوا رصيدهم في الشارع المصري بطريقه قويه جدا جدا جدا، وفقدوا تعاطفهم مع الشارع المصري من خلال ممارستهم هم تجاه الشارع المصري. النهارده هم بيراهنوا على شباب الاخوان اللي موجودين داخل الجامعات في ان هم يقدروا ياخدوا حماس الشباب في الجامعات. خلينا نشوف جامعه الدقهليه، معانا الاستاذ عبد السلام عبده مراسل الوفد من جامعه المنصوره. مساء الخير استاذ عبد السلام. مساء الخير يا استاذ احمد. الوضع في جامعه المنصوره النهارده كان في نوع من انواع القلق الشديد، يا ريت حضرتك تقدر توصف لنا ايه اللي حصل. يا استاذ احمد، منذ صباح اليوم الدراسي وطلاب الاخوان المسلمين يمارسون اعمال بلطجه
داخل الحرم الجامعي وعمليات استفزاز لزملائهم الطلاب المستقلين اللي هم بيقولوا عليهم ان هم يؤيدون الانقلاب قاصدين بذلك ثورة 30 يونيو. نعم. التفات قذرة ضد الجيش وضد الشرطة وضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي مما أساء ومما استفز مشاعر الطلاب حتى الموظفين المدنيين داخل الجامعة تصدوا مع الطلاب لعمليات للاشتباكات لعمليات الإرهاب من الإخوان المسلمين، وهناك اشتباكات حادة بين طلاب الإخوان وبين الطلاب المستقلين. انضم لهم حرس الجامعة اللي احنا بنقول عليه الحرس الداخلي الجامعة، وهو خارج الحرس الأمن الخارجي الذي يؤمن الجامعة من الخارج. نعم. وما زالت هناك عمليات قر وفر بين الطرفين الإخوان المسلمين. ده الحد اللحظة دي نار داخل الحرم الجامعي بالمنصورة. أقصد اشتعال النار ليست نارا مشتعلة، ولكن هي اشتعال الأوضاع زملائهم. نعم. الطلاب يا أستاذ أحمد. نعم. هل الوضع ده مستمر حتى هذه اللحظة؟ مستمر يا باشا منذ الساعة 10 صباحا تقريبا وحتى الآن. طب وإدارة الجامعة فين؟ إدارة الجامعة واقفة واخدة دور المتفرج ما بين، حتى ما استغاثوش بالامن، قال لك طالما ما فيش عيارة ما طالما ما فيش اسلحة حادة موجودة في ايديهم احنا منتظرين ان هم يعبطوا. يعني انا منتظر لما حد يموت علشان اتدخل. مش عارف والله، ده تقاعس من رئيس الجامعة اعتقد ذلك. يعني هم سبقوا وقبل كده دخلوا وكسروا المباني ومكتب رئيس الجامعة بنفسه هو منتظر. ايه انا ما نش عارف لحد دلوقتي. طب حضرتك شايف ان في الساعات المقبله الموضوع الوضع هيهدأ ولا ممكن يتصاعد؟ احنا نتمنى الهدوء، ولكن لحد الان ما زالت الاشتباكات عاصفه. نعم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى طبعا زي ما حضرتك قلت ان الوضع يهدأ. بشكرك جدا الاستاذ عبد السلام عبده مراسل الوفد من جامعه المنصوره، بشكرك على هذه المداخله. خلينا بقى نروح لجامعه اخرى وهي جامعه اسيوط. طلاب الاخوان هناك برضو حاولوا قطع الطريق النهارده في اسيوط. معانا زميلنا محمد منير مدير مكتب الاخبار في اسيوط. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير. ايه اللي حصل النهارده في اسيوط بالتحديد؟ هو النهارده اسيوط شهدت مظاهرتين او مسيرتين. الاولى قامت بها طالبات كليه البنات بجامعه الازهر فرع اسيوط، ودول خرجوا من كليه البنات الى موقف اسيوط مراكز اسيوط، ثم اتجهوا الى ميدان اسماء الله الحسنى وحاولوا قطع الطريق الا ان قوات الامن فرقتهم. نعم. كانوا رافعين طبعا شعارات رابعه وبيرددوا الهتافات اللي ضد الجيش والشرطه، ومن ضمن هتافاتهم مين بيحكم الكليه، العميد ولا الداخليه وهكذا. ده بالنسبه لفرع الازهر. اما جامعه اسيوط فكانت اهدى قليلا لان كانوا الطلاب عملوا مسيرتين داخل الجامعه، واحده من الكليات النظريه ومن كليه التجاره وحقوق، والاخرى من كليه هندسه اللي كان فيها اضراب العشرات من الطلاب من طلاب الاخوان عن رفضوا دخول قاعات الدراسه، ورغم ذلك تم استئناف الدراسه والتقى بهم العميد الدكتور محمد ابو القاسم ونبههم انه حذرهم من مغبه الاضراب عن الدراسه، لاني اسبوع وقت يدخلوا الامتحانات العمليه وده هيكون سوف يحتسب غياب عليهم، وان هم ده كده بيضروا في مستقبلهم. لكن بقيه المحاضرات وبقيه الطلاب البالغ عددهم 3000 انتظموا انتظام كامل في الكليه، وقامت المظاهرتين وعملوا مسيره داخل الجامعه وحاولوا الخروج لكن قوات الامن تصدت ليهم وتم فض المظاهره ولم تحدث اي مصادمات. انا بشكرك جدا استاذ محمد منير مدير مكتب الاخبار باسيوط. خلينا نرجع لكم تاني للمشهد الاكثر غرابه النهارده بصراحه، ومشهد ضايقني انا كمان شخصيا جدا، ان طالب يعتدي على الدكتور بتاعه وان طالب يهين الدكتور بتاعه.
ده وصلنا كده لمرحله لانعدام الاخلاق. يعني حتى لو يعني كان في بعض الطلاب المسلمين حتى بيسافروا بره مصر عشان يتلقوا العلم من وجهه نظرهم هم الكافرين والمشركين وايا كان بقى، وبيعاملوهم احسن معامله، ما بالك بقى ان هنا في مصر وفي جامعه الازهر وطالبه تتطاول على الدكتور بتاعها. دكتوره مروه عاطف من ضمن الاساتذه اللي تم الاعتداء عليها. دكتوره مروه مساء الخير. السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اللي حصل النهارده يعني مشهد انا ما اقدرش طبعا ان انا اتصور ان احنا كنا جوه جامعه. حاله هرج ومرج وتكسير واعتداء، وافراد امن بيجروا بيعتدى عليهم وبنقفل البيبان وبنطلع فوق والبنات تدافعوا ويوقعوني. يعني مشهد يعني عبثي عبثي بطريقه ما فيش ابدا اي امن ابدا جوه الكليه غير افراد امن معهم عزل. مفيش اي حاجه، بالعكس قدامي. طب انا طب يا دكتوره، هل يعني حضرتك الطلاب دول حضرتك بتبقي واقفه في قاعه المحاضرات وبيبقى دول الطلاب اللي قاعدين قدام حضرتك؟ لا خالص، الطالبات اللي معايا انا بدي تانية تاريخ في منتهى الالتزام. انا النهارده رحت لهم في محاضره مش يومي، يعني مش يوم الجدول، ورحت لهم مدتهم معاد علشان نخلص وجايين المدرج مليان. امال دول مين يا دكتور؟ دول مين يعني؟ اللي بره دول يا دكتور معرفش بقى، هل هم اولا اصل ما فيش اصلا تقصي على هويه اللي داخل جامعه الازهر. يعني اللي بيخش يخش. ايوه يعني انا امبارح شايفه البنات لابسين الكوفيات اللي عليها علامه رابعه والطرح ومنتقبات، بس النقاب مش النقاب اللي احنا المعتاد لينا، لا طرح معموله ليهم خصيصا لرابعه، يعني اللي هو الشاره الطرحه السوداء والكف الاسود دوت. المهم دول يا دكتور يا استاذ احمد من امبارح وهم يكسروا في الباب، بدأوا التكسير من الساعة 10 لتلت لحد 11:30، وأنا واقفة بره بعربيتي مش قادرة أدخل المحاضرة بتاعتي امبارح يوم السبت. النهارده شوف هقول لحضرتك حاجة، مع احترامي لكل ما قيل على جامعة الأزهر، أنا أقول قول الحق أو شاهدة عيان على جامعة الأزهر، لا يوجد فيها أي أمن غير أفراد أمن شباب يعني يتكبدوا الضرب والإهانة من قبل البنات وهم عزل، ودي شهادة قدام ربنا. ان هم امبارح البنت تضربه بالقلم وتمسك ازازه الميه على راسه وبالشنط يتجمعوا عليه عشان عايزين يقتحموا باب كليه الدراسات. وكل ده هو بيسكت؟ يعني هو بيتضرب بالقلم والازازه؟ والله العظيم بيجري قدامهم. انا بقول هو مين البنت؟ هل بيجري؟ انا عندي سؤال، هل بيجري ضعف منه ولا هو قادر على ان هو يرد عليهم بس مش عايز؟ ايده على البنت هتتقلب الدنيا. احنا شوف هقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، انا لا ادعو الى العنف ولكن ادعو الى القانون. فين حمايه الطالبات الحريصات على مستقبلهن وحمايه اساتذه الجامعه والموظفات؟ النهارده بقى من 9 إلا ربع ل 11:30 وجميع ابواب كليه الدراسات الانسانيه والجامعه مغلقه، واقفين بره في شارع يوسف عباس وعبد العزيز الشناوي علشان نقدر ندخل ندي المحاضره. دخلنا 12 بالظبط اغلق، طبعا قفلنا احنا علينا الباب بتاع كليه الدراسات الانسانيه عشان جم الاولاد الملثمين دول، هم تقريبا يا استاذ احمد بيعملوا شو او بيعملوا بروفا للي هيحصل في الامتحانات. يعني انا الاول يبداوا من 9:15 وينتهوا الساعه 11:00. طب حضرتك كده يا دكتوره يعني اثرتي برضو نقطه مهمه جدا، هم بيعملوا بروفا للي هيحصل في الامتحانات. طب هل الجامعه عامله بقى خط الدفاع؟ يعني صراحة طب ايه هقول لحضرتك حاجة، انهي اولى الامتحانات الورق ولا حياة الطالبات واساتذة الجامعة؟ حياة الطالبات طبعا والاساتذة واساتذة الجامعة، يعني اللي المفروض اللي يحصل دلوقتي يحصل لساعة الامتحانات يحصل دلوقتي. لكن عارف امبارح وانا خارجة من العربية بقول ايه لافراد الامن، كنت اتصلت بالبوليس قال لي ايه يا دكتورة انا اللي هتصل بالبوليس؟ ده مين اللي قال لحضرتك كده؟ ده دوت الامن اللي هو يا عيني الراجل الغلبان اللي واقف الامن اللي معهوش اي حاجه خالص. طيب اداره الجامعه بقى يا دكتوره، لما حضرتك لجأتي الى اداره الجامعه هل حد من اداره الجامعه كلم حضرتك سأل حضرتك عن الواقعه؟ لا 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 خالص خالص. لا 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 لا, 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 لا. المفروض ساعه الاعتداء انا بقول لحضرتك النهارده ولا اكن يوم زلزال، انا بقيت مش انا عامله عمليه رجلي مش قادره اجري، ما في ايه اللي عليا ان انا بقول في ايه؟ في ايه؟ اتقفل الباب ليه والبنات بتصرخ ليه؟ وبنطلع فوق ليه؟ في ايه؟ في شباب بره ملثمين معاهم اسلحه،
طب هقول لحضرتك حاجه، الامر ده لو انا بقول لحضرتك بصراحه بجد، لو ما اتعملش النهارده هيتكرر تاني بكره. هو احنا النهارده دلوقتي النهارده امبارح لما عملوا كده وكسروا مبنى كليه الدراسات الانسانيه، بس يا دكتوره، يا دكتوره انا عايز اسال سؤال هنا. يعني احنا كشعب مصري دايما متعودين ان الازهر هو اللي بيخرج لنا علماء، وبيخرج لنا نوعية تفكير كمان بمرجعية إسلامية طبعاً. يعني عايز أقول طريقة تفكير متفتحة للغاية. لما ألاقي النهاردة هذا المشهد وبيصدر لي أنا كإعلامي وللسادة المواطنين أن الأزهر ممكن في الفترة اللي جاية على مدار الخمس ست سنين اللي جايين دول بيكون بيخرج بلطجية مش بيخرج علماء، دي تبقى يعني أنا إزاي أثق بعد ذلك في أي حد ممكن أن هو يكون يعني هم يسيئوا لكل طلاب الأزهر مش يسيئوا لأنفسهم؟ أيوة فقط طبعا يعني. لا هو طبعا مش الكل طبعا، أنا هنا في الموقعة دي السيئة لا تعم عشان في بنات حريصات، بس هم مش عارفين. امبارح اعتدوا على بنت في رابعه اجتماع، عوروا لها ايديها، جت وريتها ايدي قالت لي يا دكتوره انا سايبه ابني عشان اجي اخد الليسانس، وقالوا لها انت مش مسلمه، وراحوا ضربوها بازازه الميه. قالوا لها انت مش مسلمه، قالوا لها انت مش مسلمه، خرجوها بره الملة. بتقول لهم يا جماعه عايزين تقولوا رايي، طب تدخلونا احنا انت تاخد المحاضره. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني البنت بتقوم تدخلونا اخد المحاضره. طب دكتوره مروه ايه اللي حضرتك هتعمليه دلوقتي وبكره هتعملي ايه؟ لا انا طبعا مش هقدر اروح، انا خلصت محاضراتي، بس المفروض احنا بنستعد للكنترول. انا بسال تساؤل للدكتور اسامه العبد، ما هي الـ يعني الاجراءات التي سوف تؤخذ لحمايه البنات واساتذه الجامعه، واخيرا ورق الاجابه، اخر حاجه دي ورق الاجابه اهم حاجه دلوقتي. روحنا احنا النهارده لو كانوا حرقوا لنا الجامعه مين كان حاجه؟ انا بقول لحضرتك انا خارجه من باب الكليه لاقيها صحراء، ما فيش حد فيها خالص، لا ضابط ولا حتى اقول لك فرد عسكري حتى ولا بيقولوا عليها ايه ولا اي حد خالص. خارجه ما فيش اي حد غير البنات اللي واقفين، وخرجت بعربيتي كده لقيتهم تقريبا بيحموا الفندق اللي قدامنا، مش عارفه يعني حتى ما فيش حد على باب الكليه اللي هو بتاع العربيات، مفيش حد خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم ده اللي حصل. انا بشكرك. ان انا اقول لحضرتك اني انا اسيب البنات امام الفريق ده قدام الفريق ده واقول هم عشان هم عايزين حريصات على العلم، فهم هيدخلوا يعني ايه نعملها مجزره؟ يعني خلي البنات يضربوا بعض ولا يبقى في اجراءات مشدده هي اللي تخلي البنت ترتجع وترتجع على ان هي صحيح. تعمل اي صحيح. حاجه غلط. هو ده اللي المفروض وده اللي كنا بنطالب بيه. انا بشكرك شكرا أيوه. شكرا شكرا دكتوره مروه عاطف على هذه المداخله. هو ده اللي بكلمكم فيه، دولة القانون واحترام دولة القانون وتحدي الدولة المصرية وفرض الدم بقى والبلطجة وقلة الأدب على الشارع المصري وعلى المواطن المصري. طيب خليني أقول لكم على خبر تاني. النهاردة علق تحالف شباب الإخوان، ده طبعا المعارض لقيادات مكتب الإرشاد، حل كيانه حتى الخميس، يوم الخميس الجاي، وده عشان هم مستنين رد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع على رسالتهم اللي قدموها للأمانة العامة للوزارة امبارح، وتضمنت شكوى ضد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، وده عشان هو تجاهل مطالب التحالف، وكان منها ان هم محتاجين في حدود 800,000 جنيه لتأسيس التحالف ده، فضلا عن حاجتهم لان هم محتاجين يسافروا، محتاجين دعم عشان يسافروا للخارج ومواجهة التنظيم الدولي للإخوان. هو ده الخبر اللي عندنا. ايه بقى الحقيقة؟ معانا عمرو عمارة منسق التحالف. مساء الخير استاذ عمرو. مساء النور عليك وعلى الساده المشاهدين اولا جميعا. هل الخبر اللي جاي لنا احنا كاعلام ده صحيح؟ لا صحيح بنسبه 100%. اولا ابتدي معاك النقطه عشان برضو الساده المشاهدين يفهموا الموضوع من الاول. حضرتك اكيد والساده المشاهدين فاكر لما مؤسسه الرئاسه قبلت الدعوه الاولى للمنشطين. تمام. حصل ورحت انا هناك وبعض الاشخاص، كنت انا اللي مقدم الدعوه وانقبلت، وبعض الاشخاص راحوا بمبادره وهميه ما كانش ليها اي اساس، فبناء عليهم ما كانش حاضر حد من الاخوان المنشطين. انسحبت انا من اللقاء وبلغت الاستاذ احمد ان احنا هنعود تاني الرئاسه بمشروع فعلا حقيقي
عاوزين فعلا نبني البلد دي. سؤال بس، مين اللي حضروا يعني، يعني مين الناس الوهميه اللي حضرتك اشرت اليهم دول؟ هل اللي حضر كلهم كانوا خمس افراد على راسهم الاخ اسلام اللي جه قعد معانا، وحتى المبادره بتاعته وهميه وهو اساسا ما كانش حد يعرف بالمشروع بتاعه، واثنين واحد مش عارف يصنع المشروع. بس هل هو تابع للتحالف بتاعكم؟ لا خالص، وحتى انا قعدت معاه وبعض الزملاء قلنا له تعالى حتى انضم للتحالف وكده، رفض. فبناء عليه اللي تم استغلال الدعوه الاولى يعني حتى الاشخاص الخمسه اللي راحوا ما كانوش من جماعه الاخوان، ما كانش فيهم الا مصطفى محمود وهو معانا في التحالف او المتحدث الرسمي. انما الباقي كله ما كانش اصلا منتمي لجماعه الاخوان. لا خالص، هو الاخ اسلام جابهم من حركه اللي هي مش عارف مسميها ايه كده 3-4، فبناء عليه ان احنا فعلا يعني عاوزين فعلا نروح الرئاسه بالاخوان المنشقين فعلا. طيب سؤال بقى، انتوا عددكم كام الاول؟ معلش انا حاليا يعني التحالف بتاعنا اللي كان طالع من اعتصام رابعه كان 200 فرد اخوان منشقون، كانوا بيقولوا 1000 فرد من الجماعه، اعضاء الحريه والعداله 6000 فرد. بناء عليه اللي احنا بنتكلم، هنتكلم في مواضيع كتيره. اول نقطه مثلا هنتكلم في نقطه الدعوه اللي انا بعتها الرئاسه الاسبوع الماضي. الدعوه بتقول احنا عاوزين حل للتظاهر، عاوزين نحدد مصير جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية بعد عدم قبولهم لثورة 30 يونيو، من حقنا إن إحنا نبص لبكرة، من حقنا يعني إيه؟ عمالين نكشف في مخططاتهم من عندنا إحنا الرؤية، وإحنا لسه طالعين من الجماعة أو لنا أطراف جوه شايفين فيه فعلا بديل. أنتوا أنا عندي سؤال، أنتوا بمجرد إحنا بعتنا الدعوة نقعد مع المستشار عدلي. نعم. أنا بس هنا سؤال بس الأول، أنتوا بمجرد ما أعلنتوا إن يبقى فيه الحركة بتاعتكم دي أو هذا الكيان، تم يعني نقدر نقول فصلكم بقى من الجماعة؟ يعني اللي كان بيشتغل في الهيكل التنظيمي للجماعة ما بقاش ياخد تعليماته؟ لا نهائي، ما كانوش خالص، هو طلعنا خالص بره الجماعة، بس أنا كان ليا أطراف جوه اللي هي كانت على طول لوسائل الإعلام بتكشف اجتماعات الجماعة، مخطط الجماعة ال 25 احنا أول ناس نبهنا ليها، المحكمة الدولية، يعني احنا كان لينا دور إصلاحي داخل البلد. تمام. وحقنا إن احنا كنا لينا تواجد سياسي، بناءً عليه جينا قلنا حزب شباب من أجل مصر، قالوا لنا يعني إمكانياتنا ما سمحتش، حبينا نعمل نشارك معاكم برضه لقينا عدم القبول، قلنا نعمل وفد من الاخوان نفسهم يطلعوا بره يردوا على الوفد بتاع التنظيم الدولي للاخوان، برضه مفيش قبول، قلنا نعمل لجنه تقصي حقائق ونكشف جرائم جماعه الاخوان ونقدمها للمحكمه الدوليه اللي هم شغالين عليها، مفيش قبول. فاحنا في الاول وفي الاخر طيب، بس هنا 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 بكلامك استاذ عمرو خليني اسال كذا سؤال. انت قلت من ضمن الكلام انك انت ممكن تخرج بره مصر بوفد وترد على التنظيم الدولي للاخوان نفسه من الاخوان. طيب هل انت عندك القدره على انك انت تواجه بالفعل التنظيم الدولي للاخوان؟ يا فندم احنا بنتكلم في امر واقع، احنا ناس هنثبت هويتنا بره للخارج، احنا مين بالمستندات اللي احنا فعلا من جماعه الاخوان، هنطلع بره بالمستندات اللي بتقول مظاهرات جماعه الاخوان هي بالسلميه كما يدعون بره للخارج، احنا شايفين في مؤامره على مصر، من حقنا ان احنا نشارك، احنا لو طلعنا للاعلام وقلنا للشعب المصري اخطاء جماعه الاخوان، الشعب المصري بيتكلم بالكامل عارف اخطاء جماعه الاخوان. نعم. احنا شايفين ان كان لنا دور تاني، شايفين ان احنا لازم نشارك، لكن مؤسسه الرئاسه قبلت مني الدعوه الاولى، الدعوة الثانية جبت لهم فيها كبار المنشقين، جبت لهم فيها حركة كمان إخوان بالعنف، للأسف اترد عليا عن طريق الوسيط المستشار الإعلامي، الوقت لا يسمح أو الظروف لا تسمح. هل دلوقتي الظروف لا تسمح لماذا؟ يعني أنت قبلت مني دعوة الأولى، وثانيا إحنا طالبين نوصل رسالتنا للمستشار عدلي منصور، هو طبعا صاحب القرار. طبعا سيادة الرئيس طلع من 4 أيام أو 5 أيام قال أنا هقبل في مجموعة من الشباب عاوزة تقعد معايا وأنا هقعد. نعم. لكن احنا كنا بنقول له وصل رسالتنا، بناء عليه امبارح كنا في الامانه العامه لوزاره الدفاع، قدمنا كل تحيه وشكر وتقدير مننا للفريق عبد الفتاح السيسي وكل رجال الشرطه، وحملناه امانه في رقبته ان الدم كله بما فيهم اصدقائنا في رابعه مسؤولين منه القصاص، بما اننا اللي احنا نغادر المشهد السياسي، بما اننا اللي احنا فعلا مالناش تواجد في المشهد السياسي يبقى نغادر، احنا مش محتاجين ان احنا نظهر في الاعلام نقول للشعب المصري اخطاء جماعه الاخوان، لا الشعب المصري احنا عارفين يقينا رافض جماعه الاخوان والتيارات الاسلاميه، معنى كده برضو ان احنا يكفي ان احنا ليل ونهار عمالين نتعرض لتهديدات، هل احنا مش لينا برضو اتجاه الدوله علينا؟ صحيح. انا بشكرك استاذ عمرو عماره منسق التحالف الخاص بالشباب الاخوان اللي انشق من هذه الجماعه،
وعمل تحالف اسمه الشباب الإخوان المعارض لمكتب الإرشاد. بمناسبة العنف بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، سؤالنا بقى لمشاهدين، انتوا ايه رأيكم في العنف اللي بيحصل في الجامعات دلوقتي؟ اول المشاركين معانا بقى الدكتورة شيماء من جامعة الأزهر. دكتورة شيماء مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور يا فندم، يا ريت حضرتك تسمعيني من التليفون، اتفضلي. ايوه مع حضرتك. حضرتك شايف العنف ازاي يا فندم في الجامعات؟ حضرتك انا كنت موجودة النهاردة في احداث الجامعة، بالتحديد عند البوابة اللي عند مصطفى النحاس، وبصراحة الوضع غاية في الصعوبة، شتايم للاساتذة وتسلق للابواب ومنعين اي حد من الدخول. هل دول دكتورة شيماء، اصل ده سؤال مهم، هل دول الطلبة اللي حضرتك بتقفي قدامهم في المحاضرات؟ هل قدرت انك تتعرفي على الوجوه؟ لا، كلهم ملثمين، كلهم ملثمين وشالين رايات سودا، ومجموعة واقفة خلف البوابة ومجموعة واقفة امام البوابة، منعين حد من الدخول الجامعة والخروج من الجامعة، وصراحة اللي هيدخل او هيخرج هيتضرب. لينا زميلة من قسم اخر اتضربت، وبصراحة الوضع ده غير مبشر خالص للامتحانات. يعني انا بجد بنتهز فرصة وجودي في مداخلة مع حضرتك، ويا ريت يا ريت يا ريت الداخلية تتدخل فعلا، لازم توجد شرطة. نعم انا بتمنى ذلك، لازم برضو لازم الشرطة تتواجد في الجامعة. ومعلش انا الامن بيتضرب قدامنا وما بيقدرش يعمل حاجة. الامن الاداري، الامن الاداري. نعم نعم دكتورة شيماء، الامن المدني ما بيقدرش يعمل حاجة، البنات بتعضهم وبتضربهم وبيجروا، هيعملوا ايه؟ مش هيقدر يمد ايده، لو مد ايده ولو مد ايده حتى الموضوع هيتصاعد اكتر. انا بشكرك دكتورة شيماء من جامعة الأزهر، ده المشهد أمامكم الآن، يعني سمعنا كذا شهادة لكذا دكتورة من جامعة الأزهر حتى نفسها. طيب معانا الأستاذة كريمان من الإسكندرية، اتفضلي يا أستاذة كريمان. أستاذة كريمان مساء الخير، اتفضلي. أهلا بحضرتك. أولا بالنسبة للعنف في الجامعات، المفروض الطلبة دول، يعني أعتقد الناس دي مش عايزة تتعلم، مش فاضية تتعلم، وراها حاجات تانية. صحيح. بعدين بعيدا عن المشهد ده، الكبير الكبير بتاع الجامعات دكتور حسام عيسى، اعتقد ان هو طلع يصيف، بس هو مش واخد باله ان اليومين دول في شتاء، تمام، مش صيف. انا طبعا مقدره الحكومه واداء الحكومه، ممكن يكون ناس كتير فاكرين ان هي الحكومه بطيئه او مرتعشه او الى اخره، الحكومه شغاله، بس ما ينفعش ان احنا كل الحمل نحمله على الداخليه، لان بامانه الناس دي اجهدت زياده عن اللزوم. الطلبة دول مش عايزين يتعلموا، يسيبوا المكان عشان في ناس عايزة تتعلم، في ناس يعني محتاجة للتعليم. مين اللي يعمل ده أستاذة كريمان؟ حضرتك في وزير للتعليم العالي. حضرتك عايزة الوزير يتدخل بنفسه في هذا؟ أكيد لازم، العملية مش داخلية، اللي المفروض في حاجة اسمها سياسة، تمام؟ يعني الدكتور حسام عيسى مع احترامي ليه ومع قامته وقيمته، تمام؟ المفروض يتدخل، هو وزير تعليم عالي. نعم. فهمني حضرتك. نعم. هو المسؤول امام الله على الاقل، تمام تمام، وامام الناس وامام الاهالي اللي بتسيب ولادها نازله للكليات او نازله للمدارس او خلينا في الكليات عشان ما نخلطش، لازم هو اللي بالظبط كده، انما الداخليه مش. نعم. من المفروض الداخليه بتخش اي حد يعمل حاجه، يعني مع احترام الاستاذ للدكتور جاب نصار، نعم، المفروض ده راجل قانون، المفروض المتهم لا يدان الا بعد الثبوت الادله عليه. صحيح. طلع بيحتد على الداخليه ومقتل الطالب، مع احترامي للوفاة هذا الطالب، ربنا يعني يعين الاهل. هو كان لسه حتى التحقيقات لسه ما كانتش خرجت بالظبط كده، وهو يعني ابدا يعني مع احترامي رأيه. وانا اسفل اللي حصل له امبارح، وده كان جزاؤه من الطلاب اللي وقف معاه. نعم بشكرك. حضرتك لما يكون يعني رئيس جامعه يسيب الاطفال دول فعلا اطفال، ان هم يعملوا اعتصام داخل الجامعه مع كل الاستهتار ده، انا اسفه يعني ده العمليه كده السبحه فرطت منهم. الصوره واضحه دكتور. استاذه كريمان بشكرك جدا على هذه المداخله. اذا الدكتوره كريمان شايفه ان الدكتور حسام عيسى علي ان يتدخل الان. الحاج ناصر من المنوفيه، اتفضل الحاج ناصر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج ناصر من شبين الكوم، منسق حمله كم الجميله. اهلا وسهلا. الله يخليك يا باشا، الله يكرمك. امورنا يا باشا، شايف ازاي الوضع اللي موجود دلوقتي في الجامعات المصريه والعنف اللي موجود هناك؟ ما انا هقول لك حاجه، في حاجه اسمها وزاره التربيه والتعليم، في حاجه اسمها التربيه قبل التعليم، سليم؟ فدولت ناس اصلا المفروض اهاليهم
ينصحوهم. الحاجة التانية هم قاعدين في سكن ببلاش ويأكلوا ببلاش على حساب دفع الضرائب اللي احنا بندفعها. دي مش مظاهرة، دي بلطجة. احنا كنا واقفين قدام مظاهرة عندنا قدام السفارة القطرية يوم الجمعة، وقفنا بالساعة وبلغنا الشرطة ومشينا بأدب وباحترام. دي مش مظاهرة ديت، اللي بيعملوها دي نظام بلطجة. وانا بعاتب على وزير التعليم، على وزير التعليم العالي. نعم. المفروض الامن يتدخل ويقف، لان احنا في حاله حرب ودي حاله فوضى اللي هم بيعملوها عشان يوجدوا فوضى. لان مش معقول 5% ولا 2% من الطلبه هيبوظوا. صحيح، بقيه الطلبه. انا بشكرك بشكرك حاج ناصر من المنوفيه على هذه المداخله. ايضا يعني بيطالب ان الدكتور حسام عيسى يتدخل الان. طيب الدكتور مجدي، مساء الخير يا دكتور مجدي. والله عندي مداخلة صغيرة جدا. اتفضل. أول حاجة المفروض إن احنا نكون برو أكتف، يعني نتعامل مع الحدث ونشوفه ونشوف ممكن نعمل فيه إيه. ما نتكلمش في اللي حصل. تمام. أنا في رأيي إن لازم يكون في أبواب إلكترونية، تمام، في الناس اللي داخلة يعرفوا الطلبة دي داخلة معاها إيه وما إلى ذلك. نعم. وتزويد الأمن الداخلي بتاع الجامعات، الجامعة بعثة كهربائية مستخدمة في كل دول العالم. بسواعد كهربائية، العصا الكهربائية هتملاها شوية الكتريس في جسمها ويبتدي يتحكم فيها. طب ولو ولو خدتها منه وضربته بيها بقى يا فندم؟ العصا الكهربائية في انواع منها مجرد باللمس، يعني لو 10 بيهاجموا عليه ممكن في خلال 30 ثانية يغطي ال 10 دول. يعني حضرتك بتتكلم في ان المفروض هم يبقى معاهم نوع من انواع الردع بالظبط، طبعا حماية ليهم او سيلف ديفنس او ايا كان. العصا الكهربائية خفيفة وما بتضرش، ما بتموتش، تمام، وفي نفس الوقت الناس هتخاف ان هي تقرب ليهم. تمام، وجهة نظر. بشكرك دكتور مجدي. معنا الاستاذ محمد. اتفضل استاذ محمد. استاذ محمد مساء الخير. اتفضل. لو سمحت انا كان عندي الو. اتفضل حضرتك معنا على الهواء. اتفضل. انا كان عندي مبادره، يعني يا ريت تلاقي اهتمام. اتفضل. الموضوع ان قامت ثوره 25 يناير والشعب المصري كله بالكامل انتظر فتره الحكم العسكري، والناس انتظرت لحد ما انتخب رئيس جمهوريه لمده عام كامل. بدا بعد كده تظهر العيوب بتاعه حكم الاخوان، وبدات الناس تقوم بعد كده بثوره 30 يونيو لحد لما تمام. انا يعني احنا عارفين التاريخ. انا عايز المبادره على طول. المبادره ايه يا استاذ محمد؟ المبادره ايه؟ انا شايف ان المفروض الناس كلها تنتظر لحد لما تعدي فتره الحكم الانتقالي وينتخب رئيس جمهوريه لمده سنه على الاقل. طب ده اللي حضرتك عايزه، بس جماعه الاخوان مش عايزه كده. تبقى الرد ايه؟ جماعه الاخوان مش عايزه كده، يبقى في حضرتك ممكن تقام دعوه في المحكمه ان توقف موضوع المظاهرات حتى لمدة سنة على الأقل. نعم. ومفروض الموضوع بتاع الجامعات أجازة نص السنة تمتد فترة شوية زي ما شعرنا الكبير فاروق جويدة لسه قايل في, 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 في برنامج دلوقتي إن مفروض فترة أجازة نص السنة تمتد شوية. تمام. شهر، والناس تهدى شوية وتنتظر وتشوف إيه الموضوع في الفترة اللي جاية. شكرا أستاذ محمد. أستاذ أشرف اتفضل. حضرتك شايف ازاي النهارده العنف في الجامعات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله تمام. اتفضل. انا بقالي شهر عايز اتصل بسيادتك. ده شرف ليا. اتفضل سيادتك. ممكن بس بعد ما اقول لك رايي في المبادره تديني بس دقيقه واحده، لان عندي مشكله خاصه. تمام اتفضل، مفيش مشكله. سيادتك احنا بنقول بالنسبه للمبادره ديت الجماعه دول ما لهمش لازمه في البلد. نعم. الشعب الجماعه دول اللي هم لمؤاخذه اللي هم الارهابيين دول ما لهمش لازمه في البلد. احنا اللي مدينهم اهتمام زياده عن اللزوم. بس هم موجودين برضو يا استاذ اشرف. سيادتك معلش، ما احنا ننتبه لاكل عيشنا، ننتبه للناس اللي هي المؤاخذه بتضيع في البلد. طول ما احنا بننتبه للحاجات دي هنلم الناس اللي بتاخد فلوس. سيادتك في ناس ثلاث ارباع الناس دي مش اخوان، ثلاث ارباع الناس ديت واخده فلوس عشان تطلع تبهدل في البلد. صح. ليه سيادتك؟ لان في مجاعه دلوقتي. سيادتك جميع القنوات، معلش، جميع القنوات بتتكلم لمؤاخذه كل يوم، مفيش حد لمؤاخذه بيتكلم على الشعب المصري ولا الناس اللي اتسرقت ولا الناس اللي ضاعت. كله دلوقتي المؤاخذة جاي اتكلم المؤاخذة عن حاجات تافهة بره خارج البلد. احنا عايزين الناس اللي ماسكة البلد دلوقتي تنزل البلد تشوف الناس المؤاخذة اللي اتسرقت، الناس اللي ضاعت، الاشغال اللي اتقفلت، البيبان اللي اتقفلت. ما هو ثلاث ارباع بس ده بس ده يا استاذ اشرف على فكرة ابتدى يحصل بالفعل عشان تخرب في البلد، لان جاعوا سيادتك. صحيح. انا واحد من الناس المؤاخذة، معلش انا تعبت.
كلنا والله. معلش في الكلام اللي ينزل الشارع، اللي بينزل الشارع المصري واعمل ثوره، اللي بينزل الشارع المصري ويشوف وشوف الناس اللي في الكلام اللي بتقوله. انا بشكرك استاذ اشرف. شكرا استاذ اشرف، يعني وجهه نظر واضحه ومفهومه. معانا الاستاذ مجدي، اتفضل يا استاذ مجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله تمام. خدمات مجدي من الليبيه. اهلا وسهلا. شايف المظاهرات ازاي في الجامعات يا استاذ مجدي؟ شايف المظاهرات في الجامعات والله العظيم حرام يا استاذ احمد، والله حرام. يعني حرام. انا عندي ابني في ثالثه كليه هندسه في العاشر بدفع له 20,000 جنيه في السنه. ربنا يخليه لك. وما بقدرش يجيب حصه. دول بياكلوا في الازهر ببلاش وساكنين ببلاش وبيضربهم، ودي اكبر حرام. طب الحل ايه يا استاذ مجدي؟ الحل حساب رابع. اللي عايز ابنه يتعلم وبنته تتعلم يوديه يروح يتعلم، يكون ياكل ببلاش ويسكن ببلاش ويتعلم ببلاش، ويخرب ويولع ويضرب، يقعد بسعادة يتعلم، يقعد يدي فرصه لغيره. صحيح. بشكرك يا استاذ مجدي. شكرا. معانا الحاجة نوال من بنها، اتفضلي يا حاجة نوال. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يعني انا اقول ايه، اقول اذن تستحف على المتشائم. نعم. اولا قالوها تربيه وتعليم، دول بقى لا تربيه ولا تعليم. انا بتكلم من بنها، وعندنا الجامعات كلها في بنها هنا. يسلم الحاج زين سرحان اللي ماسك مدير الاداره بتاعه تامين الجامعات، ما عندناش المسخره اللي موجوده في المحافظات التانيه دي. طب الحمد لله. هو راجل محترم. انا دلوقتي بعيب على مين يا استاذ احمد؟ على مين؟ بعيب على وزير التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور حسام عيسى. التعليم العالي، وزير التعليم العالي. ايوه، وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى. يعني ده رب بيت، لو ما كانش هو هيطلع ويلم اهل بيته، مين اللي يلمهم له يا استاذ احمد؟ نيجي احنا نلمهم؟ وازاي ان البنات دي، وبعدين هنقول ايه؟ ايوه لهم حق يعملوا كده، عشان شافوا اللي اتقبض عليهم في اسكندريه والقاضي اداهم كل واحده 11 سنه، خدوا براءه. خدوا براءه خلاص. فعشان كده يا استاذ احمد هم يقولوا لك طب ما احنا زيهم وهنخرج براءه بقى. وبعدين ان هم يتعدوا على الدكتوره مروه دي، انا سمعتها دلوقتي في التلفزيون وبالمنظر ده، ده ما فيش تربيه خالص خالص خالص. وطالما ما فيش تربيه يبقى ما فيش تعليم يا استاذ احمد. ولازم الشرطه تنزل وترجع الجامعات تاني عشان يلموا الناس دي. شكرا حاجه نوال من بنها. معانا الاستاذ هاني، مساء الخير، اتفضل يا استاذ هاني. يا استاذ احمد. شايف؟ وعليكم السلام. شايف ازاي العنف اللي موجود في الجامعات دلوقتي؟ لا، هو الحل يا استاذ احمد هيبقى عن طريق شقين. ايه بقى؟ جزء امني وجزء تعليمي. التعليمي لو احنا بناخد حضور وغياب في المحاضرات، والطالب هيلتزم، الطالب هيلتزم بالحضور. الاغلبيه اللي واقفه بتبقى واقفه تتفرج، فلو الناس عندها حضور وغياب في المحاضرات 75% على الاقل يخش الامتحان، ده هيخلي الناس كلها تلتزم. صحيح. تاني حاجة الحل الأمني. الأمني إيه بقى؟ بره في الدول اللي بره اللي في الماية اللي هي ملونة، لو إحنا رشينا المظاهرات دي بماية ملونة وابتدينا نجمع الناس دي بعد كده وهي خارجة من الجامعة، وهي اللي عملت شغب، الناس اللي عملت شغب، هنبتدي نعرفهم ومش هيبقى في أي حاجة بتدوس، يعني تقول إن الناس دي تعترض على القبض عليها. حلوة فكرة الماية الملونة دي. حلوة الفكرة دي. موجودة في الدول كلها بره. صحيح. اللي هو بيقدر يحدد اللي كان مشارك واللي ما كانش مشارك، ومحدش بيتظلم. صحيح. بشكرك. اللي لبسه عليه اللون بتاع الميه هو اللي بيتمسك. صحيح. بشكرك استاذ هاني، نقطة مهمة. معانا الأستاذة منى. اتفضلي يا أستاذة منى. ألو. أيوه اتفضلي يا فندم، يا ريت حضرتك تسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. أيوه سمعت من التليفون دلوقتي. اتفضلي يا فندم، حضرتك شايفة العنف ده إزاي؟ البنات دولت كلهم جايين من الأرياف. والأرياف دي كلها أصلاً بيبقوا ناس غلابة. تمام. خلاص؟ فلو انت يعني البنت دي تديها اللي تعمل كده يتقبض عليها وتاخد غرامه بالعشرة والعشرين الف جنيه، اهلها عمرهم ما هينزلوها الجامعه تاني. طب اهلها ذنبهم ايه؟ يعني هي برضو يعني هي البنت اتصرفت التصرف ده. احنا ربنا اولادنا وخرجناهم من الجامعات، وكانوا بينزلوا في 25 ونزلوا في 30، ما عمرهم لا كسروا حاجه ولا عملوا حاجه ولا اي شيء من هذا القبيل. نعم. لكن البنت دي بتشوفها، انا بشوفهم لاني ساكنه جنبهم،
فدلوقتي انا بشوفهم لما بيروحوا قبل المظاهرات دي قبل الاخوان، واقسم بالله كانوا بيقسموا العيش، يقفوا على الرصيف بيقسموا العيش وحته الجبنه. دلوقتي جابوا الفلوس دي منين؟ انا بشوفهم دلوقتي ماسكين كاميرات، اقل كاميرا ب 15 و 20000 جنيه، جابوها منين؟ ده كاميرات ايه اللي ب 15 و 20000 جنيه دي؟ الكاميرات اللي بيصوروا بيها عشان يبعتها للجزيره. اه والله العظيم انا بشوفهم بعيني. ده بص تلاقي الكاميرا اللي هي عن بعد والزوم واللي مش عارفه ايه، تبص انا بستغرب البنات دي بقى لهم معانا فتره، ازاي جابوا الكاميرات دي؟ البنت مش قادره تجيب جيبه، وجابت الكاميرا دي منين؟ انت لازم البنت دي تترفد سنه واتنين واهلها يعرفوا. اللي لازم الجامعه ترجع الامن تاني، مفيش حاجه اسمها ان 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 بنت تقعد تدخل تضرب دكتوره. ايه ده؟ واحنا ما كناش في الجامعات؟ ما احنا متخرجين من جامعات وايام السادات وايام جمال عبد الناصر. ده احنا كان في دكاتره كانوا ممكن يضطهدونا، ما نستجراش حتى نسالهم انتوا مضطهديننا ليه؟ والله يعني العظيم انا دكتور عشان كلمت زميلي ومن غير ذكر اسماء طلعني من المحاضره وقعد مستقصدني 4 سنين. وانا بقيت مكسوفه واهلي ما قدروش يعملوا حاجه، على اني كان ابويا لواء في الجيش. يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ انا بشكرك، ما قدرناش نتكلم ولا نقول اي كلمه. صحيح، بشكرك استاذه منى. هنا نرجع بقى تاني للقيم اللي كانت موجوده عندنا اللي ابتدت تختفي للاسف الشديد، واحترام المعلم. استاذه مها مساء الخير، حضرتك شايفه ازاي النهارده العنف في الجامعات وازاي ممكن نواجه هذا العنف؟ هو حضرتك بص، طالما انت اتسهلت في الاول من اول خطوه يبقى هتفضل كده على طول. وحضرتك اتسهلتي امتى؟ مع الشباب في الجامعات من ايام ثوره 25 يناير. انت عندك بقى دلوقتي في الكل بيلوم على الدكتور حسام عيسى. طب هو قال ان انا ماليش يعني الفرض الاداره بتاعتي على اللي ماسكين الجامعات، كويس؟ يبقى العيب فين؟ اكيد طبعا عند الدكتور جابر نصار. هو كان متخيل، كل واحد بس متخيل بس هو الدكتور يمسك مصر. بس انا سؤال بس، هو الدكتور جابر نصار هو المسؤول عن جامعه القاهره وعن جامعه المنصوره وعن ما هو جامعه كل الادارات الأزهر. حضرتك لا يعني الدكتور جابر يعني مختص فقط بجامعه القاهره يعني. معلش، كل الادارات حضرتك بتقلد بعضها، كويس؟ انت لما النهارده تعمل قرار حاسم في وقت حاسم لازم الكل يحترمه. نعم، كل اولا اللي بيتقبض عليهم تبص تلاقيهم جزء كبير طالع منه براءات، احنا ما نعرفش ايه الاسباب، كويس؟ بس كمان الاحكام لما تنزل ما يبقاش بقى واحد ياخد سنه من 11 سنه ومع ايقاف التنفيذ، وهم طالعين كمان بيشتموا ويقولوا هنتظاهر تاني وهنقف تاني. يعني فين اساسا حتى ان انت تقدم مثل قدوه عبره لما تعاقب حد؟ حضرتك قصدك عبره او عبره؟ نعم. لما تعاقب حد الكل هيتعظ. شكرا. لكن كل اللي بقى واحد كل اعلامي، انا طبعا مع احترامي ليكم كلكم، يطلع يقول لا معلش يا جماعه اصل الشباب دول شباب برضو واحنا ابهات ونحن عليهم. طب ما هم غلطوا اللي اثبت عليه، بس يبقى فين العقاب؟ بشكرك استاذه مها، وصلت وجهه النظر. استاذ احمد حضرتك شايف ازاي نقدر نواجه العنف اللي النهارده الجامعات المصريه بتشهده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك عمليه بسيطه جدا، الطلبه دي كلها كل واحد معاه الكارنيه بتاع الكليه بتاعته. تمام. الجامعه دي معروفه، الحرم بتاعها معروف. تمام. اللي يخش جوه معاه الكارنيه بتاعه. بيقف الامن بتاع الجامعات بتاع الكليات يبقى واقف على البيبان، اللي يخش معاه الكارنيه بتاعه. طب ما بيقول لك جامعه الازهر مش كده اصلا. ده متعلقه كده بقى. كارنيه، يخش كارنيه، اللي يخش ده الطالب، اللي معهوش كارنيه. دخلوا استاذ احمد وتلتموا جوه الجامعه، كان معاهم حاجات في الشنط بتاعتهم، وتلتموا جوه الجامعه وابتدوا يثيروا الشغب مره ثانيه. ماشي. دلوقتي اللي مقدور عليه اللي هم هيبقى معاهم، بدل ما هيخش 100 هيخش 20. هيبقى بالتالي محدوده العمليه. هنقدر بواسطه الامن اللي يعمل مشكله يتخش يتمسك وعلى طول يتكرس من الكليه، يترفد من الكليه لمده ست اشهر، لمده سنه مؤقتا لغايه ما العمليه تتعدل. لكن هنسيبها كده عمرنا ما هناخد نتيجه. دي عمليه بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه، يعني كله هيتقدر عليه. لكن طالما انت حضرتك معاك كارنيه دخلت هتبقى محترم. صحيح. طبعا هيبقى في 100 واحد مثلا، على الاقل 95 محترم، وفي 5 ولا 3 ولا 4% هم دول اللي مش كويسين، دول يتشيلوا. شكرا استاذ احمد، شكرا. معانا ايضا مين؟ معانا الاستاذه نهى.
اتفضلي يا استاذه نوى، حضرتك شايفه ازاي النهارده العنف اللي موجود في الجامعات؟ لا هو العنف ده مش هيبقى موجود، هيفضل موجود طول ما فيش تربيه من الـ من الـ من الاهالي وفي فلوس بتدفع ليهم. ده زائد ايه المشكله لما الشباب دي كلها تتلم وتخش تتجند في الجيش؟ ايه المشكله البنات تتجند في الجيش؟ اه كله يتجند، كله يتاخد على دماغه بصراحه. كفايه بص كان في عينه يبوظوا لنا الجيش التاجي دي، هي لما طلعت وقالت اما طلعت وقالت معرفش ايه، دي اولا مجهوله، دي اما هتكبر دي هي اما هتكبر وتتجوز دي هتقتل عيالها وجوزها. يعني دي انسانه مش مظبوط هم مش مظبوطين اساسا. فهم دول يخشوا الجيش عارف ويتاخدوا على دماغهم ويتربوا كويس. ده للاسف ده الجيل ده هو معظمه عاوز كده. بشكرك استاذه نهى. معانا ام علي من الجيزه، اتفضلي يا ام علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك شايفه العنف اللي موجود في وعليكم السلام، حضرتك شايفه العنف اللي موجود في الجامعات ازاي؟ ايوه انا شايفاه، بس بجد ده ما يرضيش ربنا ابدا. انا معايا بناتي طالعه من الازهر. نعم. من جامعه الازهر. نعم. انا عايزه اقول رايي يا استاذ احمد. اتفضلي. فين الشرطه النسائيه اللي كانت موجوده من سنه او من سنتين؟ كانت موجودة الشرطة النسائية دي هتلم البنات. هي الشرطة النسائية هتعمل ايه يعني اذا كان؟ مع الشرطة النسائية مع الأمن. طب ما هو ممنوع أصلا، ممنوع أصلا تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعي، يعني ده اللي بنتكلم فيه. نعم؟ ممنوع أصلا تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعي. أصل مش هينفع كده يا أستاذ أحمد، كده مش هينفع. طب انت انا عندي سؤال بقى، حضرتك ام علي بتقولي ان عندك بناتك في جامعه الازهر، هل هم متضررين من الوضع اللي بيحصل ده؟ ايوه طبعا زعلانين قوي. زعلانين، دول اساتذتهم وعلماء محترمه وتخرجوا من تحت ايديهم، لما يشوفوا الاساءه دي طبعا ايوه نزعل. طبعا نزعل للقامه بتاعه الازهر، ان احنا نزعل فعلا. أنا بشكرك أم علي، أم علي برضه قالت نقطة مهمة قوي، إحنا زعلانين على قائمة الأزهر الشريف أو جامعة الأزهر بمعنى أصح، إن هو كان في ناس كانت بتحاول إن هي تشوه الأزهر في خلال السنة اللي كانوا موجودين فيها في الحكم، ما قدروش دلوقتي بيحاولوا إن هم يصدروا لنا صورة تانية وحشة إحنا المفروض ما نشوفهاش. معانا الاستاذه ميرفت، مساء الخير يا استاذه ميرفت، حضرتك شايفه ازاي النهارده العنف اللي موجود في الجامعات المصريه؟ استاذه ميرفت، استاذه ميرفت من الجيزه اتفضلي. طيب معانا برضو خبر تاني، كنا قلنا لكم خبر عاجل من شويه ان وزاره الاسكان بتخصص 190 فدان، ده لاقامه وحدات سكنيه لمحدودي الدخل. احنا معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان. مساء الخير يا استاذ هاني. مساء النور يا فندم. ايه بالظبط اللي حصل وفين ال 190 فدان دول؟ الحقيقه النهارده معالي الوزير كان عمل مؤتمر صحفي في الوزاره بغرض عرض قرارات مجلس اداره هيئه المجتمعات العموميه الجديده اتخذها منذ ايام. القرارات دي تضمنت بعض الامور الخاصه بالمواطنين اللي فيها تيسيرات وفيها اخبار ساره، منهم الخبر اللي حضرتك اذاعته، مجلس اداره الهيئه وافق على تخصيص قطعتي ارض للقوات المسلحه بمدينتي برج العرب الجديده وبدر عشان هينفذوا فيها عمارات الاسكان الاجتماعي. تمت موافقه على 81 او 82 فدان بالحي التام برج العرب، هيتم فيهم تنفيذ البرنامج الاسكان الاجتماعي بوصف القوات المسلحه، وكذلك حوالي 108 فدان بمدينه بدر. في بعض الاخبار ثانيه الوزير عرضهم النهارده في مؤتمر الصحفي، منها مثلا ان احنا لجنه الهيئه وافق على تخصيص حوالي 2860 وحده سكنيه بالمدن الجديده المختلفه، هيتم تخصيصهم لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري. فين المدن الجديده دي؟ في المدن الجديده زي مدينه اكتوبر، الشروق، 15 مايو، المدن الصعيد. طب بس سؤال بقى، ال 2860 وحده اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول، البعض كان دايما بيشتكي ان مساكن الشباب او مساكن محدودي الدخل بينقصها حاجات كتير، ما يبقاش فيها كل المرافق، بتبقى بعيده، ما لهاش مواصلات، ما في يعني صعب الوصول اليها. المساكن ديت وصلها المرافق، والمساكن ديت فيها كل الخدمات، وحضرتك احنا هنبدا نسلم
في بعض المساكن بكره، ويا ريت حضرتك تبعت لنا الكاميرا تشوفها. يا ريت يا ريت. مدينه العبور بنظام التمويل العقاري، والمساكن الموجوده فيها كل الخدمات والمواصلات وكله، ونحن نتشرف ان حضرتك تبعت لنا الكاميرا بكره تتفرج على ده. يسعدنا طبعا للغايه ان احنا نكون شريك معاكم في ده، وان احنا نصور للساده المشاهدين ايه الحكومه بتعمله، ايه الاخبار الجديده برضو الجميله. الاخبار يعني الثانيه كمان اللي تهم المواطنين، ان احنا كان عندنا حاجه اسمها اراضي الاسكان العائلي واراضي الاسكان الاجتماعي اللي هي اراضي القرعه. كان في بعض المواطنين الاراضي، احنا اتحنا قطع كتير كبيره جدا من كتيره جدا من المواطنين، وكان في بعض المواطنين بيشتكوا ان هم ما استطاعوش ان هم يتسلموا اراضيهم. صحيح. او تاخروا في استخراج التراخيص او اثبات الجديه، خاصه نظرا للظروف اللي كانت بتمر بها البلد الفتره اللي فاتت. فمجلس اداره الهيئه وافق على ان هم هيدوا مهله للناس حتى يستخرجوا حتى يستلموا اراضيهم اللي هم ما كانوش استلموهم، وكمان مهله حتى يستخرجوا التراخيص ويثبتوا الجديه لغايه 30/6/2014 ان شاء الله. بس طبعا بشروط ان يكون لازم يكون الواحد مسدد المبالغ الماليه المستحقه عليه لهيئه المجتمعات المدنيه الجديده. تمام. كمان اهل مجلس اداره الهيئه وافق على ان هو احنا في مخبز الي في مدينه العبور على مساحه حوالي 9000 متر مربع. المخبز ده كان مقام ولسه لغايه دلوقتي لما يتم تشغيله، وكانت مجلس اداره الهيئه تلقى طلب من حركه محبي مدينه العبور ان هم بيطالبوا بسرعه تشغيل المخبز. فمجلس الاداره وافق على انه هينتهي من توصيل المرافق للمخبز باقصى سرعه، وهيسلمه لهيئه الامداد والتموين التابعه للقوات المسلحه عشان تقوم بتشغيله. ده هيوفر نعم الخبز. بشكرك استاذ هاني يونس على هذه المداخله، وعلى نقدر نقول بقت بقى الاخبار الجميله اللي احنا كنا بنقولها لكم النهارده من اول يوم. انا كده كاتب الاخبار كلها في ورقتين علشان في نهايه اليوم كده نقول لكم على كل المواضيع. طيب معانا من ضمن برضو الاخبار العاجله اللي جات لنا دلوقتي والاحداث اللي موجوده في الشارع، خبر في تطور للجامعات في على مستوى المحافظات. كان في جامعة بنها الأمن كان بيطلق قنابل الغاز دلوقتي في جامعة البنها بعد ما قطع طلاب الإخوان الطرق هناك، أو طريق الزراعي بمعنى أصح. الخبر آخر برضو أن طلاب الإخوان كانوا بيشعلوا النيران في أشجار جامعة المنصورة. طب يعني الأشجار ذنبها إيه والمنشآت ذنبها إيه؟ حاجة يعني الحمد لله. طيب دي كانت الأخبار يعني العاجلة دلوقتي، ومنتظرين لسه في تليفوناتكم معانا الأستاذ محمود. أستاذ محمود من القاهرة، اتفضل أستاذ محمود. حضرتك شايف العنف اللي موجود في الجامعات المصرية إزاي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بقول لحضرتك في حاجة بالنسبة ليكم تايهة بالنسبة للإعلاميين. اتفضل يا فندم. إيه هي يا فندم؟ هو أساس الموضوع مش أساس الموضوع اللي هو فض بتاع رابعة والنهضة. لو ما كانش استمر اللي هو المدة الطويلة دي كلها، لأن قعدت حوالي 48 يوم. دول اللي هي الالوفات المؤلفه دي لما مشيت من الميدان، دول كلهم ناس غلابه وناس كانت محتاجه فلوس والكلام من ده. فهم دلوقتي بيستخدموهم لحد دلوقتي. قول لي انا عشان انا من منطقه وعارفها، انا من منطقه دار السلام. لو تلاحظ ان منطقه دار السلام دي كان بيبقى فيها متسولين كتير ودلوقتي مختفيين، لما كانوا مختفيين ايام ايه؟ وقت ما كان في رابعه موجوده والنهضه. بس كده حضرتك بتقول ان كل اللي في الشارع او كل بينزل كل اللي في الشارع يعني هم عايزين يعملوا ارضيه ملوش قضيه يعني كل اللي بينزل في الشارع المصري دلوقتي ما عندوش القضيه، غير منتمي للقضيه، غير منتمي للفكر. يعني اكيد برضو في ناس عندها الفكر ده يعني مش كل الناس جايبه فلوس يعني. لا كل اللي كانوا موجودين في النهضه دول فات مؤلفه حضرتك. هم هياكلوا ويشربوا منين؟ يشوفوا مين اللي بيمون الحاجات دي كلها واتفرج على الشوارع بعد كده. نعم. اقسم بالله العظيم ثلاثه الشوارع دي مع يبقى فيها اي حد يمسك الناس. انت تمسك الناس تمسك انت الناس اللي هم الحريم دول، ناس غلابه بص لهم اللي هم مطلعينهم. انا 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 بشكرك يا استاذ محمود، ولكن فعلا دلوقتي يعني زي ما حضرتك ما بتقول يا استاذ محمود،
فعلا ما بقاش فيه ناس في الشارع. يعني كان زمان كنا بنشوفهم كل يوم جمعة. يعني كان في حد امبارح كان معايا على الهوا كان بيقول لي ادينا بس الفرصة واحنا ننزل الشارع. طب ما انتوا بتنزلوا، ورديت عليك انتوا بتنزلوا كل يوم جمعة وبنشوف اعدادكم شكلها عامل ازاي مقارنة بالشعب المصري اللي يعني جماعة الاخوان المسلمين فقدت رصيدها للشارع المصري. معانا الاستاذ ممدوح. مساء الخير يا استاذ ممدوح، اتفضل. حضرتك شايف ازاي العنف اللي موجود في الجماعات المصرية؟ والله انا عايز اقول حاجة لسيادتك. اتفضل. موضوع العنف ده لازم يكون ليه حد. ليه ده؟ الناس دي جاية تحرق مصر، جاية تخرب مصر بطريقة فظيعة. دولة معلش يعني اكيد اكيد فيهم عملاء كتير واخد بال حضرتك وتابع احزاب كتير، لكن بالوضع ده الناس دي بتحرق مصر. ثانيا الاخ اللي كان مع حضرتك اللي تابع وزارة الاسكان بيقول لك المدن الجديدة 6 اكتوبر والكلام ده، حضرتك 6 اكتوبر من المدن اللي هي سايبة خالص. سايبة ازاي؟ فيها شرطة ولا فيها امن؟ لا لا ازاي على فكرة. لا لا يا فندم انا بكلم حضرتك، انا من سكان 6 اكتوبر على فكرة. ماشي احنا يعني عندنا مشاكل كل يوم، هنا ضرب نار وحاجة، بص حاجة فظيعة. ده فين 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 بالظبط؟ 6 اكتوبر حضرتك. ايوه فين؟ ما هي 6 اكتوبر كبيرة في ليلة القدر و... نعم يا فندم. ايوه اتفضل. فين يعني؟ عشان ده يبقى بلاغ دلوقتي للرجل المحترم مدير امن الجيزة يعني. فيها ضرب نار وده يسحب سلاح وده يسحب سلاح. انت حضرتك النهارده انت عارف حضرتك الايجار وصل كام في 6 اكتوبر؟ الايجار وصل 1500 للشقه اللي كانت ب 400 جنيه وصلت 1500. نعم. واخد بال حضرتك؟ فانا بقول لحضرتك طيب ده خليني برضه عشان يعني شهاده اشهد بيها ان رجال الامن في الجيزه قايمين على قدم وساق، بيحاولوا ان هم يعني يفعلوا كل ما يقدروا عليه. ما حدش يقدر يتنبأ بان هتحصل مشكله في ايا كان ميدان ليله القدر او غيره، بس يعني يعني انا عندي معلومه، انا عندي معلومه قويه جدا ان حتى اسم اول اكتوبر هذا الاسم اسم محترم للغايه، كل القائمين فيه ناس محترمين جدا. وعايز اقول لحضرتك ان بمجرد يعني انا اتحدى ده ان بمجرد ان هم بيسمعوا ان في حاجه زي كده اكيد في قوه اتحركت لميدان ليله القدر وبيتم التعامل معها لو في حد خارج عن القانون. يعني بص حضرتك انا احنا بنتصل بالنبض حضرتك ما بتجيش ولا بترد ولا احنا مش الشرطه مش مقصره، لكن الشرطه النهارده كل واحد ماسك سلاح، الشرطه تخش مين حضرتك؟ نعم. الشرطه تخش انا مين؟ انا بشكرك، انا بشكرك بشكرك استاذ ممدوح. يعني يمكن برضو حكايه الشرطه النجده اللي ما بتردش دي ده نقطه مهمه، يعني حكايه 122 دي عايزينها تبقى فعاله اكتر من كده. معانا الاستاذ حسن خليفه. اتفضل يا استاذ حسن. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك شايف ازاي العنف اللي موجود في الجماعه؟ الحكايه كلها مبنيه على كلمتين صغيرين قوي. ايه هم يا فندم؟ اولا الشرطه كانت الاول الدور اللي فات كانت في مظاهره شغاله كانت بتفكها بانها بدينا معاها المطافي. يبقى لا حجه اتضربوا بنار ولا بخرطوش ولا كلام فارغ. انت يعني حضرتك عايز قوات الشرطه وهي بتروح وهي بتفك المظاهره يكون معاها مطافي بحيث ان المطافي تضرب خراطيم الميه. تمام. ده اسلم حاجه. ايه النقطه الثانيه؟ الوقت انا ابني بيجي يروح المدرسه الصبح، انا ما بعرفش شنطته فيها ايه، افوجئ بالاطفال طالعه من المدرسه معاها اعلام معاها ميكروفونات معاها طبل منين؟ يبقى معناها ان مدير المدارس عندهم علم بالحاجات دي، ان الطالب هيجيب الحاجات دي منين؟ هيطلع بيه انا ابني مش هطلعه بالحاجات دي من البيت. صحيح صحيح. يبقى يرجع لاولياء الامور نعمل لهم ايه بقى؟ والمدرسه نعمل لهم ايه بقى اولياء الامور دول؟ يبقى النصيحه مش للطلبه، النصيحه في نفس الوقت يجي الاباء لاولياء الامور والمدير المدرسه نفسه. تمام بشكرك استاذ حسن خليفه. معانا الاستاذه ميرفت من القاهره. استاذه ميرفت حضرتك شايفه العنف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حضرتك شايفه العنف اللي موجود جوه الجماعات المصريه ينتهي والله ازاي؟ والله احنا بنعاني منه لان احنا في مدينه نصر. اولا دي اسمها الجماعه الارهابيه، هم عايزين يعملوا انهاك للشرطه يتعبوهم، دي اولا. بالنسبه للبنات، اولا انا لا بعتبرهم بنات، دول مجرمات. اولا المفروض يكون في شرطه نسائيه عشان البنت ما تتلككش للامن بتاع الجامعه وتقول اصله لمسني اصله عملني وتعمل شو اعلامي، يبقى لصالحها تنزل شرطه نسائيه يعملوا تطوع، يعملوا الشرطه دي تعمل اي، في بنات كتير من غير شغل، يعملوا دورات تدريبيه، دورات عشان يتصدوا
لهذه الشرذمة الموجودة دي. نعم يعني حضرتك شايفة الواحد من الصبح دمه محروق تعبانين حرام. أستاذ الجامعة دكتور الجامعة مصروف عليها قد البنت دي مليون مرة، وإن كانت هي قبضة أو أهلها ما يعرفوش عنها حاجة. ليه المفروض في شرطة نسائية للجامعات اللي زي دي، للجامعات اللي هي مختصة بالبنات، يبقى في شرطة نسائية صحيح تقدر البنت تبقى ست مع ست، بنت مع بنت، تقدر تمسكها وتبقى مدربة تدريب عالي إزاي تقدر تمسكها. حتى بقى نقاب، حتى وش، حتى مش هتفرق بقى، هتبقى شرطة نسائية هي اللي بتتعامل معها. وجهة نظر مطروحة ومهمة. يعني أنا عايز أقول لكم كده إن في كذا بصراحة وجهة نظر، لما بنسمع الناس بنسمع حلول كتير. يعني في الأستاذ هاني لما قال المية اللي عليها ألوان دي بحيث إنها تطرش، الألوان دي بتمسك في الهدوم وبتمسك في الوش حتى، ولما تخرج بتبقى دي معروفة إن دي من ضمن مثيري الشغب اللي كانوا موجودين. الشرطة النسائية برضو من ضمن الحلول اللي موجودة. أنا عايز أقول لكم دلوقتي خبر جالنا على الهوا ان كان في عاجل يعني احباط محاوله تفجير سياره قبل وصولها لاحدى الثكنات العسكريه في مدينه الشيخ زويد العريش طبعا. فالحمد لله ان احنا ابتدينا دلوقتي بالفعل ان احنا نستبق الخطوات الارهابيه، بقينا نرصد الخطوات الارهابيه، بقى في احكام قوي داخل سيناء تجاه الحركات الارهابيه اللي موجوده هناك. طيب معانا الاستاذه مي، الأستاذة إيمان من إسكندرية. مساء الخير يا أستاذة إيمان. مساء النور أستاذة إيمان. حضرتك شايفة إزاي العنف اللي موجود في الجامعات المصرية؟ أنا عايزة أقول إن اللي بيحصل في الجامعة ده خلاص ما عادوش طلبة وما عادوش طالبات، دول اسمهم مجرمين ومجرمات من الآخر كده. اللي يقدر إن هو يروح يحرق ويدمر ويكسر جوه الجامعة اللي هو بيتعلم فيها ما يستحقش يكون فيها. أنا بقى ولا عايزاهم يدابوا عليهم المية ولا الكلام ده كله. طب الحل إيه؟ اللي يتمسك هو، وعندنا اللي هم بينسوا ان في حاجه اسمها دلوقتي صوت وصوره. الموبايلات بتجيب الصوت والصوره. اللي يتمسك يترحل ما يباتش فيها. شكرا. تاني يوم عنده افغانستان وباكستان وقطر. شكرا. وامريكا وتركيا. شكرا استاذه ايمان من اسكندريه. استاذه سهير القاهره اخر تليفون معانا. الاستاذه سهير، وبنعتذر لباقي الجمهور على التواصل معانا، ان شاء الله يبقى في ايام قادمه احنا يوميا معاكم. يعني اتفضلي يا استاذه سهير. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. كنت يعني المفروض ان اي حد بيعمل كده في الجامعات المفروض يبقى فيه من وزاره الداخليه يعني شد اكتر، احنا عايزين يبقى فيه تفعيل اكتر. طب ما وزاره الداخليه ممنوع تبقى متواجده جوه الجامعه يا فندم. طب ما هي دي ظروف لازم يبقى متواجده، يعني احنا في ظروف دلوقتي صعبه، مش لازم تبقى واحد. يعني انا عندي مثلا مشكله، واحد قاعد في ارض بتاعتي ويقول لي انا اخواني وانا مش عايز اطلع من الارض. رحنا للاسم هناك ما عملناش اي حاجه ولا الشرطه، رحنا للمحافظ رد علينا هنبقى نشوف مشكلتكم، يعني ما فيش اي تفعيل منهم. نعم انا بشكرك استاذه سهير، يمكن دي كانت كمان برضو مشكله شخصيه يعني، ولكن شفتوا عنف الاخوان، شفتوا مؤامراتهم. احنا بعد الفاصل معانا الدكتور مجاهد زيات، وهو خبير استراتيجي، واحد فاهم يعني ايه حرب غير مباشره، فاهم يعني ايه تدمر دوله من داخلها. علشان كده هيشرح لنا احنا بقى يعني ايه الجيل الرابع اصلا للحروب، وايه اللي بيعمله جماعه الاخوان المسلمين. هل ده مجرد جماعه زعلانه علشان خرجت من الحكم، ولا في تنفيذ لمؤامرات كبيره على مصر؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل مع الدكتور محمد مجاهد زياد بعد الفاصل.